أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي الليكتشر 4 في البلاد، ودي محاضرة من المحاضرات اللي أنا عارف إنها بتسبب إزعاج لكثير من الأطباء، وهي موضوع البليتليتس والبلاد كواجيليشن. وكلنا يعلم إنك مش ممكن تشتغل هيماتولوجي، يعني أمراض الدم، غير ما تبقى عارف كويس قوي المواضيع الثلاث الأساسية في البلاد، وهي الأنيميا والكواجيليشن والإميونيتي. لازم تبقى عارفهم كويس، فده أحد المواضيع الثلاث الرئيسية. طبعا هنتناوله في أكثر محاضرة 2 لـ3 بإذن الله. كعادتنا هنبتدي بإذن الله بالأسئلة على الأنيميا، وزي ما اتفقنا إن احنا مش فقط هنقول الأسئلة وإجابتها، إنما هنناقشها، وأتمنى إن انتوا تبقوا بتحاولوا تحلوها قبليها. مش عاوز أكرر بقى الحكاية، كررتها كتير عن أهمية الامتحان. فأول سؤال كان regarding الإريثروبويزيس، هل هو formed mainly in the liver in adults؟ لا، هو بيتعمل mainly في الكيدني، في الكيدني 85%. عشان كده قلنا اللي عندهم فشل كلوي بيعانوا من انيميا ولازم ياخدوا الاريثروبويتين هرمون، وحكينا حتى التاريخ بتاع القصة دي. يبقى دي خطأ. decreased في الهاي التيود بالعكس، الاريثروبويتين بيزيد في الهاي التيود، لان اهم حاجة بتزوده هي الهايبوكسيا. طيب هل هو decreased؟ ده سؤال صعب. by adenosine antagonists؟ اه صح، الادينوزين بيزود الاريثروبويتين، وعليه الانتاجونس مضادات الادينوزين بتقلل الاريثروبيتين. هل هو ستيرويد هرمون؟ لا، هو جلايكوبروتين هرمون. طيب يبقى الاجابة الصحيحة سي لايك كات. السؤال الثاني regarding فيتامين بي 12، هل هو ابزوربد مينلي في الدودينام؟ لا، ده الحديد اللي ابزوربد مينلي في الدودينام، هو ابزوربد مش في اخر حتة في الانتستين، في اخر حتة لور ايديام. يبقى دي خطأ. هل needs a factor released from gastric mucosa to be absorbed؟ طبعا، اللي هو intrinsic factor بيطلع من الجاستريك ميكوزا، وده جلايكوبروتين، وبيمنع its digestion، وبياخده من ايده كده لحد الريسبتور اللي موجودة في اخر حتة في الامعاء الدقيقة اللي اسمه الانتستين اللي هو اللور ايليوم. يبقى دي الاجابة الصحيحة. هل sources are mainly of plant origin؟ لا، هو اساسا of animal origin، في اللحوم والطيور وما شابه. ومع ذلك قلنا برغم نوع طعام الأغنياء لن يعوز الفقراء، وقلناها ليه؟ لأنه الجسم يختزن ما يكفيه 1000 ليلة وليلة، 3 سنين. طيب دي deficiency leads to microcytic anemia؟ لا، هي macrocytic anemia، لأن الخلية ما تنقسمش فبتقعد كبيرة، وعليه تبقى الإجابة الصحيحة بي. سؤال الثالث ال carrier of iron in blood is ترانسفيرين، ده ايه هي الاجابه الصحيحه؟ انما الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر والفيروبورتين دول بيبقوا بيشيلوه عند البوردرز. طبعا بورتين مكتوبه السبيلنج غلط، معلش، بورتين بي او ار نتصلح، دول عند الانتستينال بوردرز. الفيريتين ده اللي بيختزل الحديد يا اما في الانتستينال سيلز او في الليفر. يبقى الاجابه الصحيحه ايه يا شباب؟ طيب هنا كعادتنا بنحب المسائل طبعا، فهل هنا قال لك provided ان الهيموغلوبين concentration 10 ميلي جرامز 10 جرامز اسف percent، والار بي سي كاونت 2 مليون بير كوبيك مليمتر، والبي سي في 30%، فقال لك احسب لي المين كورباسكولار فوليوم ام سي في والمين كورباسكولار هيموغلوبين كونسنتريشن ام سي اتش سي. المين كورباسكولار فوليوم اي متوسط حجم الكره، بنحسبه ازاي؟ بنقسم حجمهم كلهم الباكت سيل فوليوم اللي هو 30 على عددهم اللي هو 2، ولتصليح الحسابات بنطلع بنضرب في 10، يبقى 30 على 2 ب 15 في 10، يبقى الاجابه الصحيحه 150 كيوبيك مايكرو. طب نيجي لل
الهيموجلوبين المين هيموجلوبين المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن دي بنحسبها ازاي؟ بنقسم كميه الهيموجلوبين على حجم الار بي سيز، لان قلت تملي ان التركيز هي عباره عن كميه في حجم، فهنقسم كميه الهيموجلوبين اللي هو 10 جرام على حجم الار بي سيز اللي هو الباكت سيل فوليوم وبنضرب في 100، يبقى 10 على 30 في 100 يبقى تلت المية، تبقى 33.3 جرام في كل 100 سنتي برسنت، وعليه الإجابة اللي تحتوي الاثنين هي سي، يبقى 150 كيوبيك مايكرون و33.3 جرام برسنت. طيب يبقى ده نوع الأنيميا، دي تبقى ماكروسيتيك لأنها يعني كبيرة، وفي نفس الوقت بتبقى نورموكروميك. مين اللي بيدي ماكروسيتيك نورموكروميك؟ اي حاجه متعلقه بالبي 12 والفوليك اسيد. فهو قال اختار الكوزو انيميا، اكيوت هيموريدج ده بيدي نورموكروميك نورموسيتيك، طب كرونيك هيموريدج نزيف مزمن يبقى مش هلحق عليه حديد، يبقى هيدي الايرن ديفيشنسي اللي هي بالعكس مايكروسيتيك هايبوكروميك. الاجابه الصحيحه هو البرنيشس انيميا، اوتو اميون ديزيز ليدنج تو برنيشس انيميا اللي هي سي. ودي انا كان فضللنا من الانيميا حتتين صغيرين هقولهم في عجاله قبل ما ابتدي الكلوتينج. يبقى الاجابات الصحيحه هي كالاتي: 1 الاجابه سي، 2 هتبقى بي، 3 هتبقى اي فور الفا، وبعدين 4 و5 سي فور كات. يبقى ده الجزء الاول اللي هي المناقشه. في جزئين صغيرين يا شباب عاوز نتعرض ليهم، اللي هم كنا البرنيشس انيميا. اي البرنيشس انيميا زي ما انت شايف معايا ده برنيشس يعني خبيث، ده فاميليال ديزيز بيصيب يعني متعلق في عامل وراثي، بيجي في الستات كبار الالدري وومن اللي هم الستات كبار، ما يجيش في الشابات يعني الصغارين، الشابات الصغارين ما يخافوش. سببه ان في اوتو اميون ديزيز، الجسم امراض المناعه الذاتيه، ان الجسم بيعمل انتي بوديز ضد نفسه. في الحاله دي الانتي بوديز ضد اني حته في الجسم؟ ضد البارايتال سيلز اوف ذا ستومك، الخلايا الجداريه للمعده. بارايتال يعني جداري، اللي هي بتفرز حاجتين HCl هيدروكلوريك اسيد وانترنسيك فاكتور اللي هو لازم لامتصاص البي 12. فلما الجسم يعمل انتي بوديز ضد البارايتال سيلز ويحطمها، يبقى لا في HCl ولا في انترنسيك فاكتور. نقص ال HCl ديفنتلي هيؤثر على الدايجيشن الهضم، وعليه على الامتصاص على الابزوربشن. اما نقص الانترنسيك فاكتور لسه قايلين، يبقى الانترنسيك فاكتور ده اللي بيتحد بالاكسترنسيك اللي هو بي 12 بيمسكه ويمنع هضمه ويمسكه في الريسبتور الفلور ايليوم، يبقى يؤدي لنقص البي 12، يبقى تؤدي الى الانيميا اللي كانت عندنا اللي هي الماكروسيتيك نورموكروميك، مش ماكرو هايبر، عبط مش عاوز، هي ماكرو حجمها كبير لانها ما انقسمتش، لكن بتحتوي كميه هيموجلوبين مواكبه لحجمها، كميه مواكبه للحجم، يبقى الكونسنتريشن هو هو، يبقى نورموكرونيك. طيب ليه سموها برنيشس؟ لان البي 12 مش مهم فقط لعمل الار بي سيز، مهم لعمل المايلين شيث في الاعصاب، فبيحصل نيورولوجيكال ديفكتس، بيتاثر النيرفس سيستم لدرجه ان في حالات كثيره بقى فيه شلل. يبقى مش الموضوع انيميا بس، انيميا معاها نيورولوجيكال ديفكتس، معاها شلل، خلل في الجهاز العصبي، شلل، عشان كده سموها برنيشس انيميا، انيميا خبيثه. يبقى فاهمين جاب منين؟ دي مهمه قوي الانيميا الخبيثه دي. نيجي فاضل حته صغيره، طب عكس الانيميا لو زادت كرات الدم الحمراء نسمي ايه بقى؟ نسمي ده بوليثايسيميا، اللي هو لو زاد كرات الدم الحمراء ل 6 ل 8 مليون بير كيوبيك مليمتر. وطبعا دي حاجه خطيره ان نزيد عدد كرات الدم الحمراء، ليه بقى؟ بس ده مش مهم، يعني هيزود الفيسكوستي بلاد، لزوجه الدم، يعني تخيل بقى كرات دم كتيره ماشيه في السائل ده،
يبقى السائل اصبح اكثر لزوجه وعليه اكثر عرضه للي هنتكلم عليه النهارده للتجلط، ان العين لو ما خدناش بالنا يحصل له ثرومبوزس. عشان كده في اول نوع في البرايمري بوليثيسيميا اللي هو بيسموه بوليثيسيميا فيرا، فيرا يعني اخضر، في الناس اللي دارسه فرنساوي سولون فير لونه الاخضر. ليه؟ افهم ليه هي بتبقى فيرا. دلوقتي لما يبقى في ار بي سيز، ده تيومر على فكره، بيزيد فيه كل كرات الدم، ار بي سيز وايت بلاد سيلز وبليتلتس، نوع من انواع السرطانات. بس طبعا سرطان الدم اساسا بيبقى في كرات الدم البيضاء اللي هو لوكيميا، قليل قوي ما بيبقى في كرات الدم الحمراء اللي هو البوليثيسيميا فيرا. ليه؟ طب ده سؤال لينا احنا فقر معلومات عامه. لان كرات الدم البيضاء عددها قليل جدا فبتتكاثر بسرعه مذهله لان عمرها قصير، فلازم نعوضها بسرعه، فالتكاثر سريع سريع، فان يخرج التكاثر بره المنظومه ويدي تيومر اكثر احتمالا في كرات الدم البيضاء من كرات الدم الحمراء، لان كرات الدم البيضاء عمرها قصير، فعشان انما الار بي سي عمرها 120 يوم، فعشان تعوضها لازم يبقى التكاثر في البومر بتاعها سريع عشان لان العمر قصير، فسهل انها تخرج بره المنظومه وتدي لوكيميا. في الار بي سيز التكاثر بتاعها ابطا، عشان كده حتى اقول لك معلومه في الهيستولوجي لطيفه قوي، ده لو دخلت جوه البوم مارو هتلاقي معظم البوم مارو مشغول في عمل، افتح ودنك، كرات الدم البيضة مش الحمر، عشان كده لونه يلو مش لونه احمر. ده سؤال هيستولوجي، وده بيفسر لنا في الهيستولوجي ليه اللوكيميا اكثر شيوعا من البوليثيسيميا فيرا، لان كرات الدم البيضة لقصر عمرها بتتكاثر بمعدلات جامده جدا، فان يحصل في اثناء التكاثر خلل في التكاثر وتقلب لتيومر اسهل من البوليثيسيميا فيرا. اما السؤال الثاني ليه سموها فيرا؟ تخيل لو عندك ار بي سيز اكتر من اللي انت عاوزه، يبقى في هيموجلوبين انت مش محتاجه زياده عن، يبقى مش ضروري يشيل اكسجين، يبقى لونه ازرق. طيب انت بتشوف الهيموجلوبين الازرق ده من خلال الجلد اللي هو لونه ايه؟ اصفر. يبقى تخيل ازرق ده الهيموجلوبين مش شايل اوكسجين، ازرق، وانت باصص عليه من خلال الجلد اللي هو لونه اصفر، يبقى اللون هيبقى ايه؟ هيبقى اخضر. عشان كده سموها بوليثيسيميا فيرا، وبقولها كده في مزاح، اديك عرفت سر الرجل الاخضر. يبقى ايه سر الرجل الاخضر؟ انه عنده بوليثيسيميا برايمري بوليثيسيميا اللي هي البوليثيسيميا فيرا، ادي سر الرجل الاخضر. اما النوع الثاني الفيسيولوجيكال بقى مش باثولوجيكال، هو السكندري بوليثيسيميا. لو انا طلعت في هاي التيتيود نسبه الاكسجين قليله، عشان اعوض نقص الاكسجين لازم ازود الار بي سيز، فهيبقى عندي بوليثيسيميا، بس دي مش حاجه مرضيه، دي حاجه تعويضيه فيسيولوجيه يسموها سكندري بوليثيسيميا، بتحصل في الهيبوكسيا في الهاي التيتيود، او لو عندي خلل في الرئه، عندي اوبستراكتيف لانج ديزيزز، يبقى خلل في الرئه. Obstructive lung diseases. طيب ده يا شباب كان الجزء اللي فاضل في الانيميا. نبتدي بقى النهارده موضوع من اهم المواضيع في الطب، وهو البليتلتس والكواجيليشن. بليتلتس اند كواجيليشن. الاول كعادتنا بحب المعلومات العامه، انه الراجل اللي اكتشف البليتلتس والوايت بلاد سيلز اسمه ماكس شولتز، وهذا كان في سنة 1865 اكتشف البليتلتس والوايت بلاد سيلز الاثنين مع بعض. ومن المعلومات الطريفة انه ما فيش بليتلتس غير في الثدييات، يعني الطيور مثلا ما عندهاش بليتلتس. طيب بيقوم طبعا بوظيفتها نوع اخر من الخلايا، انما ما فيش بليتلتس. اما التجلط، قصه التجلط فدي قصه طويله جدا، انما بدات بابقراط اللي هو بنسميه الفاذر اوف ميديسن، اللي هو احنا بنقسم لما بنتخرج قسم ابقراط، وده كان 400 سنه قبل الميلاد. ده القصة في عجالة اللي هو التاريخ، وهنكمل التاريخ بعد كده.
تعال بقى نبتدي ندرس البليتليتس يا شباب. فالبليتليتس انا بس عاوز اكبر الصورة اكتر شوية فليتس نقربها اكتر كده طيب تبقى احسن شوية. بليتليتس بيسموها ثرومبوسايتس. ثرومبوسايتس يعني خلايا الجلطة. ثرومبس يعني جلطة وسايت يعني خلية وبليتليتس يعني صفائح. فالبليتليتس يعني صفائح الاسم الاخر بيشرح الوظيفة اسمها ثرومبوسايتس. ناخد الاول شوية معلومات كده يعني مش مهمة قوي معلومات عامة مش سؤال نظري مش يعني في حاجات فيها مهمة طبعا بس مش ذات اهمية قصوى يعني. تعال نشوفها مع بعض يا شباب. طيب اول عايزين بس نعدل هنا في حاجة لابد نسندها ثانية واحدة معلش نستخدم تقنيات كده بدائية بس الحمد لله مش شغالانة كويس thanks to technology. كناش نتخيل الواحد يمكن ان يبث صورة وصوت بجهاز صغير وورد وايد عشان الناس كلها تسمع المحاضرة. thanks God ان هو سمح لنا بالتكنولوجي ده. نيجي للشيب بتاع البليتليست يا شباب. انا بقارنها بالار بي سيز الاول. هتسألني ليه بتقارنها بالار بي سيز؟ لان هما الاثنين يشتركا في ان هما نون نيوكليتين. لان كرات الدم البيضاء اللي هو النوع الثالث والاخير في كرات الدم الحمراء كرات الدم ده في نيوكليس. يبقى كرات الدم الحمراء والبليتليتس والصفائح هما بس النون نيوكليتين. كرات الدم البيضاء فيها نيوكليس. طيب تعال نقارنها. دي باي كونكيف مقعرة من الجانبين انما البليتليتس باي كونفكس. ادي اول فرق عد معايا احب النظام قوي. الار بي سيز اجرانيولر ما فيهاش حبيبات انما البليتليتس جرانيولر مليانة حبيبات اكتف. الحبيبات دي مهمة جدا عشان كده بنقول البليتليتس دي اكتف ستراكشر لان فيها حبيبات مهمة جدا اللي هناخدها بسميها كنز فيها كنوز اللي هي الحبيبات دي جرانيولز. ثالث فرق عد معايا ان البليتليتس اصغر من الوايت بلاد سيلز من الار بي سيز انها 2 ل 4 مايكرون فقط. ده الاستراكشر. طب نيجي البليتليت كاونت دي مهمه جدا في الام اس كيو. لازم تبقى عارف كاونت كام. في بعض الزملاء بيقول لك انها للتسهيل 300,000 في كل مليمتر مكعب. الحقيقه اللي احبها احسن لازم تبقى عارف الرينج يعني امتى اقول قليل امتى اقول كتير. الرينج من 150,000 الى 450,000 في كل كيوبيك مليمتر. هما الظاهر خدوا المتوسط 150 450 يبقى 600 يبقى المتوسط 300. اوكي ده مقبول وده مقبول. ده رقم مهم جدا يا شباب. ونزول في رقم اهم هنجيله المحاضره القادمه باذن الله ان احنا التأثير على إيقاف النزيف ما بيحصلش غير لو البليتليتس نقصت عن 50,000. يبقى ده معناه ايه؟ ثانك جاد ان ربنا عامل لنا ريزيرف كبير جدا. يعني مش لو نقصوا تحت 150,000 يحصل مشكله. افتح ودنك بقى ده من اهم الاسئله. شوف مين يفتكر المحاضره القادمه باذن الله لو نزل الرقم تحت مش 150,000 50,000 في ريزيرف جامد. النقطة الثالثة اللايف سبان بتعيش حوالي 8 ايام. من المعلومات الطريفة ان تكوينها وتكوين حتى الار بي سيز بياخد 7 ايام. هي اللايف سبان بتاعها 8 دايز. تكوينها معلكش المعلومة دي بياخد 1 ويك هي والار بي سيز. نيجي الفورميشن. بتتكون من خلية كبيرة اسمها ميجا كاريوسايتس. خلايا كبيرة اللي بتعملها. ميجا كاريو سايتس. ميجا يعني كبير. نفس القصة بتاعت الار بي سيز تقريبا. قلت الله يعلن عن وحدانيته وحكيتها قبل كده. فقلت انه كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح كلها بتبتدي من خلية واحدة. يعني البداية عند ربنا واحد. وقلت ليه بنستعجل؟ ده الانسان الكائن الحي ده وكل الثدييات وكل الكائنات الحية بتبتدي بخلية واحدة. يعني
في اوفم في بويضه وفي حيوان منوي. كان ممكن يبتدي بخليتين، لا هو ربنا بيخليهم يندمج في خليه واحده، يعني يبتدي بواحد وبعدين تدي كل الانسان. يعني الخليه الواحده دي عندها البوتنشاليتي كامن فيها مقدره ان كون انسان كامل، بدايه واحد هو اللي بيخلق. فالله يعلن عن وحدانيته هكذا في البلاد يا شباب. تخيل كرات الدم البيضاء والحمراء والصفائح، البدايه خليه واحده اسمها طويل بس مفهوم، pluripotent uncommitted stem cell. قلت لك لما تلاقي كلمه طويله علمتكم بقى خلاص حفظنا بعض. هما بيفكروا من الشمال يمين، خدها انت من اليمين للشمال. سيل ستيم يعني الخليه الجذعيه اللي هي الاساس، الجذع بتاع الشجره، الاساس بتاع الشجره. uncommitted يعني غير ملتزمه، مش هتدي خليه بعينها، ممكن تدي اي خليه في ثلاث خلايا. pluripotent يعني كامن فيها كل حاجه، متعدده المقدرات. pluripotent uncommitted stem cell. ستيب 1 ان بالانترلوكين، قلت لك ايه الانترلوكين دي؟ دي مواد كيميائيه بتتواصل بيها اليوكوسايتس، فعش كده سموها انترلوكين، زي احنا بنتواصل بالانترنت دلوقتي. طب كرات الدم البيضاء بتتواصل بايه؟ عندها انترنت بس مش كهربائي، مش احنا بنقول الايميل الكترونيك ميل، هي بقى كيميكال سابستنس يسموها انترلوكين اللي هو الانترنت بتاع اليوكوسايتس. نحن نتواصل باشارات كهربائيه، اليوكوسايتس تتواصل باشارات كيميائيه فسموها انترلوكين. تتحول الخليه الغير ملتزمه الى خليه ملتزمه، هتدي بس بليتلتس كوميتد ستيم سيلز. يبقى اول ستيب حولنا خليه غير ملتزمه ان كوميتد متعدده الطاقات بلوريبوتنت الى خليه كوميتد. ستيب نمبر 2 ان بالجرانيولوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور تتحول لخليه كبيره اسمها ميجا كاريوسايتس. خلاص، وزائد كمان بالاضافه للجرانيولوسايت مونوسايت كولوني ستيميليتنج فاكتور في الثرومبو بيوتين هرمون، اظن على وزن الاريثروبيوتين ده بتاع الثرومبوسايتس فيسموه ثرومبوبيوتين، بيطلع بين الليفر والكيدني يدي ميجا كاريوسايتس. الحاجه اللي حبوكم تعرفوها ان ال1 ميجا كاريوسايتس دي اولاد كبيره قوي بتتفتت لفتافيت 4000 فتفوته، كل فتفوته عباره عن بليتلتس بتحتوي الحبيبات اللي هي الاكتيف ستراكشر اللي هي الكنوز اللي جواها. يعني الميجا كاريوسايتس الواحده ما بتديش 1 بليتلتس، ما اعرفش ليه حتى عندنا في المحاضرات وغيرها ما بيكملوش القصه. 1 ميجا كاريوسايتس تتفتت الى 4000 فتفوته تدي بليتلتس. مش مهم ده قوي يعني، هتاخده في الهيستولوجي تاني، انما احنا بمحاضره كامله. 70% من البليتلتس باس تو بلاد يروحوا الدم، و30% بستورد في الطحال في السبلين. وعليه لما يبقى عنده نقص في البليتلتس نسميها ثرومبوسايتوبينيا. ثرومبوسايت يعني بليتلت، بينيا يعني نقص. احد العلاجات اللطيفه انك تشيل الطحال، اعمل له سبلينكتومي، فعدد مش يبقى في مخزن، يبقى كلهم هينزلوا الدم، يبقى الكاونت هيحصل له ايه؟ هيزيد. يمكن ده السؤال الام اس كيو المهم تبقى عارفه. يعني حقيقه الامر لو طالب قال لي في كل اللي انت شرحته ده فين المهم؟ المهم اهو الكاونت، تبقى عارف قوي ان هو الكاونت من 150 الى 450 الف لكل كيوبيك ملي متر بمتوسط، لو جابلك 300 الف كويس. الافكت ما يحصلش غير لو نقصه تحت كام؟ انا عارف انك فاكر لسه كام؟ 50 الف مش 150 الف في ستور جامد. تاني معلومه جميله انك لو عملت سبلينكتومي في عيان شلت الطحال عدد كرات عدد الصفائح حصل لها ايه؟ تزيد. يبقى ممكن نستخدم هذه الوسيله في زياده عدد الصفائح. طبعا الجزء الاولاني في المحاضره يعني مش لذيذ قوي يا اولاد، يعني عشان بس نبقى متفقين، لان بنتكلم على ستراكشر وحاجات من هذا القبيل. لكن زي ما بقول وانا بتكلم على ستراكشر، انا بعرفك على ابطال المسرحيه.
لما اقعد اقول لك ده فلان وتخرج من كذا وشغلته كذا مش هتبقى مبسوط قوي، انما هتنبسط لما تشوفهم جوه المسرحيه. اتفقنا؟ عشان ما تفتكرش الموضوع كله مش كده، الموضوع من الطف المواضيع اللي بحب اشرحها، بس الاجزاء الاولانيه مش عارف بالخبره انها ممله شويه، استحملني. عارف لو بعد كده بعد ما شفت المسرحيه قريتهم تاني سمعت كلامي مره اخرى هتنبسط جدا. نيجي للستراكشر اوف بليتلتس، ده ام اس كيو فقط، في اسئله ام اس كيو. هتكلم مفروض اي خليه اتكلم عليها في ثلاث نقاط: ميمبرين وسيتوبلازم ونيوكليس. هنا انا هتكلم على اثنين بس، الميمبرين والسيتوبلازم. فاهم ليه؟ لانها نون نيوكليتد. طيب ميمبرين هتكلم عليه في ثلاثه نقاط: ان من بره لجوه باللون الاحمر اهو في جلايكوبروتين كوت، كوت يعني عارف زي المعطف الغلاف من بره، اخر حاجه بتلبسها الكوت اللي هو المعطف البلط يعني. ده في ريسبتورز، موجود في ريسبتورز لا تلتصق بالاوعيه الطبيعيه، لا تلتصق بالنورمال اندوثيليا. ما هو الاوعيه الطبيعيه مبطنه ببطانه فيري سموث ناعمه جدا اللي هي اسمها اندوثيليوم، الخلايا الداخليه، اندو يعني جوه، اندوثيليوم هي الريسبتور، ما تلزقش في الاوعيه السليمه اللي هي ما زالت البطانه بتاعتها زي الفل اللي هو الاندوثيليوم. انما لو الفيسل اتعور واتفتح البطانه دي اتقطعت، بان تحتيها مين؟ الكولاجين فايبرز، فالريسبتور تلتصق بالكولاجين فايبر. يبقى سبحان الله في خلقه يعني البليتلتس عمرها ما تلزق في نورمال فيسلز لانها ما بتلزقش في النورمال سموث اندوثيليوم، لكن لو الفيسل اتعور والاندوثيليوم اتقطعت بان تحتيها الكولاجين تمسك في الكولاجين. عشان كده قلنا مهمه في ايقاف النزيف في الفيسل المتعوره. تاني غلاف اسمه فوسفوليبيد اهو اللي هو باللون الازرق، ده في حاجتين بيبروفايد البروستاجلاندين، بيبروفايد اسف الاراكيدونيك اسيد اللي هي هتدي بروستاجلاندين وبليتليت فاكتور 3. طيب ايه بقى، نحكي شويه عن ايه بليتليت فاكتور 3 ده؟ فوسفوليبيد. ان الفكره كالاتي، ان انا عشان اعمل جلطه لازم الجلطه دي عباره عن شبكه من الفايبرين، يبقى عشان اعمل الشبكه دي لازم اجمع الكلوتينج فاكتور على سطح عشان اعمل تجلط. السطح ده هو الفوسفوليبيد ميمبرين بتاع البليتلتس اللي هو اسمه بليتلت فاكتور 3. فمش ممكن اعمل جلطه غير على سطح البليتلتس. ايه في البليتلتس؟ على الفوسفوليبيد ميمبرين بتاع البليتلتس. عشان كده سموا البليتلتس ثرومبوسايتس، خلايا الجلطه. ده انا حفظتها لاجيال، جمله جميله قوي. بعربياتنا ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاد كواجيليشن، اهي فيها سجع اهو. اذا لم يحدث تجميع للبليتلت بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاد كواجيليشن، يعني مفيش جلطة تحصل غير على سطح البليتلتس. فعشان كده استحقت البليتلتس ان احنا نطلق عليها ثرومبوسايتس. طب هتسألني ايه في البليتلتس اللي مهم لعمل الجلطة؟ هقول لك بليتلت فاكتور 3. اللي هو ايه؟ هتقول لي ايه بليتلت فاكتور 3 ده؟ هقول لك هو الفوسفوليبيد ميمبري اللي مهم فور كونسنتريشن كلوتينج فاكتورز، لتجميع وتركيز الكلوتينج فاكتورز. تاني حاجة انه الفوسفوليبيد ده ليبيد بيدي الاراكيدونيك اسيد اللي هيدي مادة اسمها بروستاجلاندينز، هنتكلم عليها البروستاجلاندينز دي حالا. طيب تالت حاجة يا شباب، ان في ميمبرين، في ثقوب كده اسمه اوبن ميمبرين سيستم، اوبن كاناليكولار سيستم اهو، في كانالز قليلة دي يدخل منها الكالسيوم ويطلع منها الجرانيولز دي الكنوز دي. الكالسيوم لما يدخل بيقبض بروتين قابض في البليتلتس زي بتاع المصل بالظبط
المصل تنقبض ليه؟ عشان فيها اكتينومايسين. البليتلتس قابلة للانقباض وبالتالي انها تتعسر وتطلع الكنوز دي بالاكتينومايسين. طب مين بيقبض المصل العادية؟ الكالسيوم. طب اللي يقبض الاكتينومايسين اللي هي البروتينات اللي موجودة في البليتلتس اللي تماثل تماما اللي موجودة في المصل هو الكالسيوم. يبقى الكاناليكولاي دي الاوبن كانيكولار سيستم بيدخل الكالسيوم يقبض الاكتينومايسين فتسكويز البليتلتس تطلع منها الكنوز اللي هي الاكتيف ستراكشرز دي. يبقى ده كان البلازما ممبر بتاع البليتلتس. يبقى في عجاله 3 لايرز، عد معايا. الاول اهو بالاحمر الجلايكوبروتين كود، في ريسبتور لا تلتصق بالنورمال فيسل بالسموث اندوثيليوم، انما تلتصق بالانجر فيسل لان الاندوثيليوم اتعور وهيبان تحتيها الكولاجين. طب تاني لير بالازرق اللي هو الفوسفوليبيد ممبرين، ده بيديني حاجتين، بيديني بليتلت فاكتور 3 اللي هو السطح اللي بجمع عليه الكلوتينج فاكتورز وابتدي عمليه التجلط، واللي عشان كده سمينا البليتلتس ثرومبوسايتس، وبتديني ليبيد اللي بيعمل ماده مهمه جدا من الاراكيدونيك اسيد اسمها بروستاجلاندينز، اهم ماده في عمليه التجلط هنشوفها دلوقتي، اسمها ثرومبوكسان اي 2. ثالث حاجه الاوبن كاناليكولار سيستم، في قنوات مفتحه يدخل بحاجه ويطلع حاجه. اكشوال اللي بيدخل هو اللي بيطلع، بيدخل الكالسيوم فيقبل الاكتينومايسين يكونتراكت الاكتينومايسين يسكويز البليتلتس يعصر البليتلتس تطلع الكنوز اللي جواها اللي هي الاكتيف ستراكشرز دي. طيب ننتقل لل cytoplasm contains active structures. تعال نشوف مين بقى الاكتيف ستراكشر، حاجات نشطه اهي. اول حاجه لسه واخدينها يا شباب الكونتراكتايل بروتينز اللي هم الاكتين والمايسين، موجودين في العضلات، هناخدها المحاضره الجايه باذن الله. الاكتين والمايسين اللي جاء، يبقى دي مهمه، سؤال ام اس كيو مهم جدا. تو تايبس اوف جرانيولز، في دنس جرانيولز، دنس يعني مكثف، شايف الرسمه دي اهي نون بروتين، وفي الفا جرانيولز اللي هي عباره عن بروتين عشان كده رسمها كبيره اللي بشاور عليها بالليزر. يبقى نوعين من البروتين، دنس مكثف ده مش بروتين، وبعدين الفا بروتين هنشوف دول ثلاثه ودول ثلاثه. الدنس جرانيولز دي اول حاجه فيها اللي هي السيروتونين. السيروتونين دي مادة رهيبة في إيقاف النزيف. لما الفيسل يا أولاد بيتفتح، إيه أسهل حاجة توقف بيها النزيف؟ إنك الفتحة دي تصغرها جدا، يبقى الفيسل أهو تعمل له فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن. أهم مادة بتعمل فازو كونستريكشن اسمها سيروتونين، مختزنة في البليتلتس. يعني مادة سيروتونين دي مختزنة في البليتلتس، وتم اكتشاف ذلك بواحد اسمه رابورت في سنة 1949 ان في سيروتونين. طب ليه سموها سيروتونين؟ احنا هنا زي ما بنقول محاضرة كأننا بنديها في نورث امريكا، انت بتسمع اللي بقوله في نورث امريكا، لانه وجدوا تركيزها عالي في السيرم، وهنفهم بعد شوية ايه هو السيرم. لو طب اقولها لك في عجالة، لو جبت البلازما، سيبك من الار بي سيز، جبت الميه بس بتاعت البلاب من غير سيلز اسمها بلازما، وسبتها تتجلط وشلت الجلطه رميتها في الشارع، السائل اللي فاضل ده اسمه سيرم. يبقى السيرم عباره عن بلازما ماينس الفايبرين، دي فايبرينيتد، شلت منه اللي بيعمل الجلطه الفايبرين. لو جبت البلازما سبتها تتجلط يعني عملت شبكه من الفايبرين، شلت الشبكه رميتها في الشارع، اللي باقي ده اسمه سيرم. فمادة السيروتونين دي موجودة بتركيز عالي جدا في السيرم فسموها سيروتونين، انما اكشوالي مختزنة فين؟ في البليتلتس، ومهمة لعملية الفازو كونستريكشن. نكمل المعلومة العامة، فقرة معلومات. هل السيروتونين ده موجود في البليتلت بس؟ لا، موجود في الجهاز الهضمي كمان، ولي واحد اكتشف في سنة 1937. خلاص مش مهم، مش هقول لك اسمه، لا تماجي للجهاز الهضمي. ولقوه كمان في المخ بيشتغل ككيميكال ترانسميتر السيروتونين، وده اكتشف سنه 1953. واقول لك حاجه، هذا السيروتونين اللي في المخ مهم جدا في علاجات الاكتئاب.
يعني اشهر دواء بتاع اكتئاب اسمه سيروتونين سبيسيفيك سيروتونين ري ابتيك انهيبيتور، اشهر واحد بروزاك. يبقى السيروتونين ده النهارده موضوعنا في البليتلتس، مختزن في البليتلتس، اهم ماده بتعمل فازوكونستريكشن بتوقف النزيف. لكن هل موجود في حته تانية في الجسم؟ اه موجود في الجهاز الهضمي وفي البرين هنا ككيميكال ترانسميتر. طيب يبقى دي اول حاجه في الجرانيولز اللي هي نون بروتين. تاني حاجه ادينوزين دايفوسفيت، اللي هو خد بالك احنا عندنا ادينوزين ترايفوسفيت مصدر الطاقه، ده ادينوزين دايفوسفيت اثنين مش ثلاثه، ده من اهم المواد هنشوفها في عمليه التجلط. والكالسيوم لسه قليل، ده اهم ايون في ايقاف النزيف، وشفنا ازاي ان هو بيخرج الكنوز. يبقى مين هم الدنس نون بروتين؟ سيروتونين ادينوزين دايفوسفيت وكالسيوم. طب مين الالفا اللي هم البروتين؟ خد بالك انا كل ده بشرح في مين، في الممثلين، مفيش مسرحيه لسه، عشان كده حاجه بايخه عمال اعرفك بمليون ممثل. فاكتور 13 بتاع التجلط ده مختزن في البليتلتس، ده مهم. بعد ما الجلطه تتعمل بيبقى الخيوط الفايبرين ضعيفه، بيقوي الفايبر، عشان كده يسموه حتى فايبرين ستابيلايزنج فاكتور. يسموه ايه؟ فايبرين ستابيلايزنج فاكتور، بيقوي الفايبر. لقوا ان الناس اللي عندها نقص الفاكتور 13، شوف الفقر بتاعها، يعملوا جلطه، بس بعد ما يعملوا جلطه الجلطه تتفكك ويتفهم الله. ده الفاكتور 13 ده. معظم الناس اللي عندها نقص فاكتور 13، معلومات لطيفه، موجودين في ايران في كاشان، يعني مرض نادر جدا الواحد يبقى عنده نقص فاكتور 13. لقوا معظم الناس اللي عندها نقص فاكتور 13 في ايران في كاشان في 473 فرد هناك، بيسموه لكن لاران فاكتور، نسبه الاثنين اللي اكتشفوه. ما عليه، هنجيله في اوانيه. بعدين في هنا عندي البليتلت اكتيفيتنج فاكتور، ده برضو بروتين، يبقى فاكتور بيأكتيفيت البليتلتس. طب ثالث فاكتور بيطلع من البليتلتس عشان يصلح الفيسل اللي متعور، فاسمه بليتلت درايفد جروث فاكتور. خدها من الاخر، علمتك خدها من الاخر، من اليمين للشمال، احنا اهل اليمين. يبقى فاكتور مهم للجروث بتاع الفيسل المتعور الاندوثيليوم، درايفد يعني مشتق من البليتلت. دول ثلاثه فاكتورز يا اولاد اللي هم الالفا جرانيولز اللي هم تركيبهم بروتين. جوه المسرحيه هتحبهم جدا، بره المسرحيه حاجه سخيفه جدا. نيجي الانزيمز. جوه البليتلت في الانزيم اللي بتعمل اهم ماده للتجلط وهي بروستاجلاندين اسمه ثرومبوكسان A2. خلاص حتى قلنا البروستاجلاندين ده طالع من الاراكيدونيك اسيد بتاع الفوسفوليبيد ممبر اهو. يبقى البروستاجلاندين بنجيب منين الاراكيدونيك اسيد؟ من الفوسفوليبيد ممبر. عايز احكي لكم شويه على البروستاجلاندين، دي اهم ماده، نحكي شويه فقره معلومات عامه بقى، وعاوز الزملاء يسمعوني فيها كويس قوي. بروستاجلاندين او جلاندينز أول مرة عرفها الإنسان كان في 1933، في سنة 1933. دي مجموعة ليبيد موجودة في كل أنسجة الجسم، كل الأنسجة، ولها هرمون لايك فانكشن، يعني تركيبيا هي ليبيد، وظيفيا زي الهرمون، تركيبيا ليبيد، وظيفيا زي الهرمون. بيشترك كل البروستاجلاندينز اللي في جسمك وعددهم كتير جدا في إنه كلهم معمولين من 20 كربون اتوم، فيهم 5 من 20 في شكل رينج، في شكل حلقه، 5 منهم في شكل رينج. البروستاجلاندينز اللي هناخدهم يا اولاد، كل بروستاجلاندين اسمه فيه حرف وفيه رقم، يعني مثلا بروستاجلاندين اي 1، الاي الحرف بيدل على نوع الرينج، شكل الرينج. طب والحرف والرقم واحد بيدل على عدد الدبل بونز، يبقى الحرف اي او اف او زي ما يكون او جي بيدل على شكل الرينج، اما الرقم بيدل على الدبل بونز، عدد الدبل بونز اللي موجوده. طب ايه اهم حاجه هنا احب اقولها بقى في فقره المعلومات العامه؟ ان في سنه
احنا قلنا البروستاجلاندين الاول، هما ليه سموها بروستاجلاندين؟ احب اقول لكم ان اول ما اكتشفوا في السيمينال فلويد، في السائل المنوي، فافتكروا ان مصدرها البروستاجلاند فسموها بروستاجلاندينز. لاحظ الاسم بروستاجلاندينز، انما اكتشفوا بعد كده ان البروستاجلاند اللي موجود في السائل المنوي طالع من السيمينال فيسيكل، من الحويصله المنويه، مش من البروستات جلاند. يعني الاسم غلط، ما هوش من البروستات جلاند. ده في سنه 1933. دي اهم ماده على الاطلاق للايقاف النزيف، اسمها نوع من البروستاجلاند اسمه ثرومبوكسان A2. ثرومبوكسان A2 ده اهم بروستاجلاند لايقاف النزيف هناخده. طب دلوقتي المادة دي بتساعد إيقاف النزيف، ساعات لما تزيد بالعكس يحصل جلطة في واحد مش مفروض يحصل عنده جلطة. فإيه أهم اكتشاف؟ إن في سنة 1971 سيون بيرجستروم اكتشف إن تصور الأسبرين ده اللي بناخده، لو خدنا سمول ديوز أوف أسبرين، يعني أسبرينة بتاع الأطفال كل يوم، بتقلل تكوين البروستاجلاندينز، وبالتالي تمنع إن يحصل جلطة خطأ في الأوعية الدموية. اكتشف الكلام ده في سنة 71 وخد عليه جائزة نوبل في سنة 1982. ده قصة البروستاجلاند، دي أهم مادة. فمعلش برغم إنها فقرة معلومات عامة هقولها تاني، مش بس عشان كولا، عشان الزملاء الأصغر سنة اللي أنا عارف إنهم بيسمعوني. إن قلت البروستاجلاندين دي تركيبيا ليبيد معمول من أراكيدونيك أسيد، طب وظيفيا لهم هرمون لايك فانكشن، موجودين فين؟ في كل أنسجة الجسم، كل نسيج في الجسم عنده البروستاجلاندين الخاص به. طب يشتركوا في ايه؟ في انهم 20 كربون اتومز، فيهم 5 في شكل حلقة. كل بروستاجلاندين بياخد حرف ورقم، وليكن مثلا E1 الحرف يدل على شكل الرينج، والرقم عدد الدبل بوندز. ليه سموها بروستاجلاندينز؟ لان اول ما لقوها في السائل المنوي واعتقدوا خطا انها جايه من البروستات جلاند، انما ثبت انها جايه من الحويصله المنويه السيمينال فيسيكل. طب فين جائزه نوبل اتاخدت؟ ان اكتشفوا ان الاسبرين بيمنع تكوينها، وبالتالي هي بتساعد ان يحصل جلطه، فهو بيمنع التجلط في الناس اللي عندها احتمال للجلطه لو خد كل يوم حبة صغيرة من الأسبرين. وليها طبعا استخدامات أخرى الأسبرين، يعني بس يعني ما أقول لك ده في موضوع ده هنا. هذا الراجل جائزة نوبل سيون بيرجستروم في سنة 1982، الاكتشاف بتاعه كان في سنة 1971 لما خد جائزة نوبل في 82. الكلام ده لازم بنقوله هنا ولا تبقى كارثة طبعا، وإحنا بنعاملكم على أنكم عاوزين ننهض بمصر، هتبقى واخد بالك معايا. طب اخر حاجه مهمه، الجلايكوجين ده سؤال ام اس كيو، هو ده السورس اوف انرجي، مصدر الطاقه البليتليتس هو الجلايكوجين. نمره 5 لا شيء اقل اهميه كاي خليه فيها اذر سيل اورجانيلز. الاستراكشر ده يا اولاد اهميته الوحيده في الام اس كيو، سخيف ليه؟ انك بتاخد درسنا الممثلين بعيد عن المسرح، كل ممثل مواصفاته ايه، لما يدخلوا بقى في المسرحيه You will love them. هتحبهم. تشوف حاجة رائعة. لما هترجع تسمعني تاني وتقراها تاني You will love الموضوع. إنما اوعى تنسى في عجالة إن البليتلتس أولاد في اتكلمنا على ميمبرين وعلى سيتوبلازم. ليه ما اتكلمناش عن نيوكلياس؟ مش عاوز عبط لأنها نون نيوكليتد. في الميمبرين اتكلمنا على 3 طبقات. خلاص؟ جلايكوبروتين كوت الأحمر، تحتيها فوسفوليبيد، تحتيها الاوبن كانريكولار سيستم. السيتوبلازم اتكلمنا على 5 حاجات، انسى اخر واحده اذر سيل اورجانيلز، كل واحده منهم سؤال ام اس كيو. كلهم اكتيف ستراكشرز. في كونتراكتايل بروتينز او الاكتينومايسين. اهم حاجه نمره 2، 2 تايبس اوف جرانيولز. الدنس اللي هم نون بروتين جرانيولز 3. سيريتونين وكالسيوم وأدينوزين دايفوسفيت، أهم 3 مواد في موضوع التجلط نون بروتين. طب وبعدين الألفا اللي هم بروتين فاكتور 13، وحكينا اللي هو بيقوي الجلطة بعد ما تحصل. شوف فاكر بقى أحفظها للطلبة بقول لهم، في واحد فقر، شخص فقر
عنده نقص فائق رقم 13 وفائق بيعمل جلطة وبعد كده الجلطة تتحلل ويموت بعد ما عملها لان ما عندوش الفاكتور اللي يقوي الجلطة. وقلنا ان المرض ده very rare موجود في كاشان في ايران. قلنا حتى عدد المرضى هناك 473. يعني عشان تفتكر القصص بتخلي الواحد يفتكرها. وفي بليتلت اكتيفيتنج فاكتور ينشط بليتلتس وفي بليتلت درايف جروث فاكتور يطلع من البليتلتس عشان يعمل جروث للفيسل المتعور. ثلاثة عندنا الانزيمز السايكل اوكسجينيز اللي بيعمل البروستاجلاندين. البروستاجلاندين بيتعمل منين؟ من ليبيد الفوسفوليبيد ممبر، الممبر نفسه هو اللي بيدي هذا الكلام. وحكينا قصه البروستاجلاندينز دي ماده مهمه جدا في الجسم كله. حكيتها بالظبط ايه هو البروستاجلاندين، ما بقاش حافظين حاجات مش فاهمين، اهي حاجات ملزقينا. وبعدين مصدر الطاقه هو الجلايكوجين. ده كان الاستراكشر، مش هعيده تاني، عاوز اسمعه انت مره اخرى. اتفقنا على كده. طيب هنقول مع بعض بقى، ناخد الهيموستيزيس. قلنا التعبير ده قبل كده يا اولاد، الهيموستيزيس يعني ستوبج اوف بليدنج، ايقاف نزيف. هنا بقى هنبتدي الكلام هتحبه بقى، يعني زي ما اقول لك اي اشور يو ما بجربش حاجه، انا المحاضرات دي قلتها مرارا وتكرارا وورد وايد وباللغتين العربيه والانجليزيه. قلنا السنه الجايه باذن الله اذا كان في عمر بقيه هعيد نفس الكورس تاني انجلش، مش هتكلم عربي فيه، حتى ياخد وقت اقل بقى لان مش يعني مش ما بسيبش روحي قوي في الانجليزيه زي معاكم كده اولاد عروبتي. طيب بصوا يا شباب، يبقى ما هو الهيموستيزيس؟ قلنا كلمه من شقين، هيم يعني دم، ولا نقول اصل الكلمه هيم يعني حديد، بس 70% من الحديد في الهيموجلوبين، عشان كده بقت كلمه هيم اللي في المعنى الحرفي معناها حديد، في المعنى المجازي دم. هيموستيزيس يعني تثبيت الدم او ايقاف النزيف، ستوبج اوف بليدنج. وقلنا ما نلخبطهاش مع كلمه هوميوستيزيس، قلناها مع الانترودكشن. ايه الستبس؟ ده سؤال شفوي. فور ستبس. اول حاجه ان لما الفيسل يتفتح كده اسهل حاجه انك انت تقفل فتحه انك تعمل فازو كونستريكشن. دي بتحصل within seconds، انك تقبل اللعاب فازو كونستريكشن. طب ستيل ركز في الرسمه، انت عملت فازو كونستريكشن بس لسه في شرخ اهو ممكن يتسرب من خلاليه الدم، فعاوز الفتحه الصغيره دي اقفلها. فتاني حاجه اعمل حاجه مؤقته temporary بليتلت بلاج. بلاج يعني سداده مصنوعه من البليتلتس. بلاج يعني سداده، لما بتحاول تحتفظ بالميه في الحوض، في كاوتشه كده تحطها في المصفى عشان تجمع الميه في الحوض او في البني، يسموها بلاج. هنا البلاج مصنوعه من البليتلتس بس دي مؤقته temporary بليتلت بلاج اهي. من اهم المعلومات اللي ما اعرفش ازاي في زملاء كتير ما بيقولوهاش، ان لو كان الجرح صغير واقصد بصغير بين بريك شك الدبوس، ما بتستخدمش غير التو ميكانيزمز دول بس. يعني بنعملش جلطه في البين بريك، نو بلاد كواجليشن. واضحه؟ لو انا شكتك بدبوس بعد شويه هيوقف الثقب ده ومفيش دم ومن غير جلطه. امال وقف ازاي؟ بطريقتين، الفازو كونستريكشن والبليتلت بلاك. لو الجرح اكتر من شك الدبوس وهو الاكثر هتعمل بالاضافه الخطوه 1 و2 بالاضافه هتعمل بلاك كلوت اهي. هتشوف بقى الرسمه الرائعه، ان لو لاحظت ان البلاد كلوت بتحدث على سطح البليتلتس، عشان كده سموا البليتلت ثرومبوسايتس. والجمله اللي حفظتها لاجيال، ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاد كواجيليشن. طيب واحد يقول لي هي ايه الجلطه؟ فاهم هاني، انا اول مره اتابعك النهارده ما سمعتش قبل كده، اقولها لك تاني. الجلطه عباره عن شبكه من بروتين خيطي اسمه فايبرين، اي ان يعني بروتين وفايبر يعني خيط، شبكه من بروتين خيطي. وانس رميت شبكه في الدم، فكر اكتر حاجه هتصطادها ايه؟
ايه اكتر حاجه في الدم اللي مخليه الدم احمر؟ كرات الدم الحمراء، يبقى تستات كرات دم حمراء. يبقى الشبكه، يبقى الجلطه عباره عن نتورك اوف فايبرين، شبكه من الفايبرين، ترابينج يعني اصطادت ار بي سيز. يبقى نتورك اوف فايبرين جواها ار بي سيز، ده لو الجرح كبير. طيب مش كده الفيسل فيه عيب خالص ان احنا وقفنا نزيف بس الفيسل اتقفل. لما الفيسل ينمو تاني ويتصلح، فاكر كان مين اللي بيطلع الماده اللي بتصلحه؟ ماده طالعه من البليتلتس اسمها بليتلت درايفد، يعني مشتقه من بليتلت جروث فاكتور، اتصلح خلاص. طب انا عاوز امشي بقى الدم، اسير الدم في الفيسل، يبقى لازم اسيح الجلطه دي، يبقى لازم اديزولف البلاد كلوت بانزيم موجود في الدم بروتوليتيك، يقدر يكسر الشبكه دي ويشيل الجلطه، لانه موجود في البلازما اسمه بلازمين. اي ان على بروتين، ما هو الانزيمات كلها بروتينات، موجود في البلازما اسمه بلازمين. ده سؤال شافه مهم جدا، بس فهمته كما ينبغي، يعني بالظبط زي ما لازم يتفهم. يبقى اول ما الفيسل يتفتح، ايه اسرع حاجه اعملها؟ اعمل فازو كونستريكشن خلاص، ده within seconds. طب بس ستيل بص اهي في فتحه اهي. طب تاني حاجه اسدها بسداده بس بصفه مؤقته مصنوعه من الصفائح، يبقى temporary platelet plug. وقلت اللي فاهم قوي الموضوع ده ومن اروع الموضوعات في الهيماتولوجي، التمبرري بليتلت بلاك دي يعني الفازو كونستريكشن تمبرري بليتلت بلاك، دول لوحدهم من غير جلطه يقدروا يقفلوا ثقب دبوس. يعني لو سمول وند بين بريك مفيش جلطه، بنعمل بس فازو كونستريكشن وتمبرري بليتلت بلاك. في الاغلب الجرح اكتر من شكل الدبوس، فنعمل بالاضافه للفازو كونستريكشن والتمبرالي بليت بلاج وحاطين جلط. والدليل ان هما العمليه الاولى والثانيه مهمين للثالثه، ان انا قلت جمله هقولها 100 مره، ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلن يحدث بلاك كواجيليشن. ده هما ليه سموا البليتلت ثرومبوسايتس؟ الخلايا اللي بيتعمل عليها الجلطه. حتى انت فهمت اني حته في البليتلت بيتعمل عليه الجلطه؟ الجلطة عشان اجمع يا اولاد الكواجيليشن فاكتور، محتاج سطح اهو احط عليه الكواجيليشن فاكتور، احط عليه الكواجيليشن فاكتور. يبقى ايه في البليتلت مهم للتجلط؟ الفوسفوليبيد ميمبرين بتاع البليتلت، الفوسفوليبيد ميمبرين بتاع البليتلت بنحط عليه الكواجيليشن فاكتور عشان يبتدي التجلط، فسموه بليتلت فاكتور 3، فيحصل جلطة. طب بعد كده عملنا جلطه الحمد لله، وقفنا نزيف، بس حصل مصيبه. ايه هي؟ ان انا قفلت الفيسل. لما البليتلت تطلع البليتلت درايف الجروث فاكتور والفيسل ينمو يبقى حلو واتلحم وحلو، لازم اشيل الجلطه دي، يبقى اديزول اسيحها بواسطه ال بروتوليتيك انزيم. اي انزيم عباره عن بروتين موجود في البلازما اسمه بلازمين. ده سؤال شفر في مستيس. طيب دلوقتي يبقى عندنا ثلاث موضوعات في موضوع الكواجيليشن شباب. يبقى انا عاوز اتكلم على الفازو كونستريكشن، واتكلم على التمبراري بليت بلاج، واتكلم على البلاك كلوتنج، ده في ايقاف النزيف. وطبعا في موضوع رابع، ازاي اسيح الجلطه، بس ده يعني لما نفكر بهدوء ده يعني احنا حاطينه ضمن الستبس بتاعت الهيموستاسيس، بس هو اساسا مش بيوقف النزيف، هو بيعيد كل شيء الى سابق عهده. فعندي اكشوالي اربع موضوعات، الاربعه سؤال نظري مهم، بس مين اتسال في بقى اثنين وثلاثه؟ البليتلت بلاج والبلاد كلوت، دول اهم سؤالين على الاطلاق، انما دول نظري بس واحد اربعه. فنبتدي اول سؤال هو الفازو كونستريكشن. تاني اهي بعيد لك ان لو سمول كات ومعناها بين بريك بنستخدم واحد واثنين بس، لو لارج كات واحد واثنين ومعاهم ثلاثة، يعني ما تبقاش اوضح من كده. نيجي الفازو كونستريكشن، مين بيعمل بقى فازو كونستريكشن؟ هنا بقى نشوف الممثلين في المسرحيه ابتدوا يظهروا بقى. انا بقولها بطريقه، حب النظام وما عشقت مثل عشق النظام، هتسمع الجمله دي كل مره واحبك تحبها وتقتنع بيها.
كان والدي رحمه الله وقلت اول دفعه في كليه الطب القصر العيني، وكان الثاني على الثانويه العامه، وكان ضمن اول دفعه في القصر العيني كانوا 50 واحد اتخرجوا 11 كويس. فكان يقول لي جمله جميله قوي، يقول لي بص يا ابني، في ناس راس مالهم في الحياه هو النظام، يعني النظام هو اللي عمل لهم شهره وعمل لهم باع. لو انت شخص منظم في حياتك هيبقى ليك وضع مختلف عن بقيه زملائك. وكان يدلل لي عليها، يقول لي عارف الفرق بين العالم الاول والعالم الثالث، مع الاخذ بالاعتبار ما فيش عالم تاني طبعا، هم عشان قال يعني هم حاجه واحنا حاجه، هم عالم اول احنا عالم ثالث، مفهوم عندهمش ناس اذكى يا ابني، كان يقول لي كده، عندهم ناس اكثر نظاما بس، يعني هتمشي في شوارعهم تلاقي كل حاجه عندهم ماشيه بنظام. مفيش ناس اذكياء عندهم اكثر مننا، ناس اكثر نظاما. فكان يقول لي في ناس راس مالها في الحال نظام. انا ما خدتش الكلمه دي باستخفاف من ابويا، يعني قلت دي حكمه ومشيت بيها، والحمد لله اثمرت اكثر مما اتتصور. ان انتوا بتتابعوا العبد الله ليه؟ عشان المعلومات منظمه، غير طبعا زي ما بنقول لازم عندك تالنت ولازم عندك معلومات ولازم تقرا، انما كل ده يضيع لو حطيتهم في صوره معلومات مهرجله. لو استثمرت التالنت اللي اداها لك ربنا ثانك جاد، والذكاء اللي اداه لك ربنا ثانك جاد، والوقت اللي استثمرته في القرايه ثانك جاد، وحطيتهم في صوره منظمه، بس يو جيت ذا بيست ريزلتس. فتعال نشوف ازاي النظام هيفرق دلوقتي. ايه الحاجات اللي بتعمل فازوكونستريكشن؟ الاول قلنا الحاجات اللي بتعمل فازوكونستريكشن ده اسرع حاجه بتحصل ان سكندز. انا بقولها بطريقه منظمه جدا، حاجه بره وحاجه في جدار الوعاء وحاجه جوه. يبقى هتنساها ازاي؟ في ثلاث حاجات بيعملوا فازوكونستريكشن، حاجه من بره وحاجه في الجدار وحاجه جوه. شوف لما تبقى المعلومات منظمه هتفتكرها. حاجه من بره، لما حضرتك بتصاب بيحصل لك بين، بين البين ده بينيشيت نيرفس ريفلكس بيعمل فازوكونستريكشن، يعني الكونستريكشن ده نيرف ريفلكس مبعثه ايه؟ البين. طب نيجي حاجه في الجدار، اي عضله تضربها ما تنقبضش، تضربها ما تنقبضش، لكن عضله الفيس لما تضربها تنقبض. يعني ربنا خلى فيها لوكال مايوجينيك كونتراكشن. ايه مبعثه؟ التروما. اي واحد يقرب العضله دي تقرب منها ما تنقبضش، انما دي تقرب منها تنقبض. شوف العظمه. يبقى لوكال حاجه لوكال، مايو يعني في العضله، جينيك يعني جينيريتد ان ماسل، لوكال مايوجينيك كونتراكشن، خاصيه العضله بتاعت الفيسل، بس بتاعت الفيسل لما تتضرب تنقبض. لوكال مايوجينيك كونتراكشن مبعثه التروما، الضرب، الاصابه. ثم نيجي ثلاث حاجات جوه، لوكال هيومورال فاكتورز. هيومورال يا اولاد، كثير من الزملاء الاصغر سنا يقولوا معناها دم، حاجات في سائل الدم. لا، هيومورال يعني سائل ما فيش فيها دم. هيومورال معناها سائل، وليس الغلطه المشهوره عند الزملاء بيسمعوني، انا عارف شايف بعضهم، مش هقول حد، مش هحرق حد. هيومورال يعني سائل. بدليل هديك مثال، في العين في حاجه اسمها اكياس هيومر. اكوا يعني ميه، السائل المائي جوه العين، يبقى هيومر مع اكوا ميه وهيومر سائل، يبقى مش عاوز الغلطه المشهوره تقول لي هيومورال يعني دم، هيومورال يعني سائل بس وليس سائل الدم. ففي حاجات موجوده في السائل بتعمل فازو كونستريكشن. كلهم مين اللي بيديهم بقى؟ البليتلتس، اللي هم مين بقى؟ حاجات يعني اشهر ثلاثه واشهرهم السيروتونين. السيروتونين ده بيعمل فازو كونستريكشن، اتكلمت عليه ان سموه سيروتونين لان لقوه بتركيز عالي في السيرم. وقلت ما هو السيرم؟ البلازما لو شلت منها شبكه التجلط، دي فايبرينيتد بلازما، بلازما من غير الفايبر، من غير خيوط التجلط. لو سبت البلازما تتجلط ورميت الفايبرين، اللي باقي ده اسمه سيرم، عشان كده سموا الماء ده سيروتونين. وقلت حتى اكتشفت امتى، مش هنقعد بعيد تاني.
يبقى راجع. تاني مادة وصف كل ممثل رهيب، ثرومبوكسان A2 اللي هو البروستاجلاندين بتاع البليتلتس. ما انا قلت كل نسيج في جسمك عنده بروستاجلاندين، وحكيت عن البروستاجلاندين. يبقى ارجع اسمع المعلومات القيمه، واقول للزملاء الاصغر سنا اسمعوها، اعرفوا ايه البروستاجلاندين عشان تكلموا الطلبه كلام معتبر، تبقى محاضرات معتبره. حطش اسئله غلط في الام اس كيو، هذا لا يصح. يبقى بروستاجلاندين ثرومبوكسان A2 مين اللي بيعمله؟ برضو البليتلتس. البليتلتس عندها في السيتوبلازم الانزيم، خدناه ضمن السيتوبلازم. طب وبتجيب الليبيد منين؟ من الممبرين. يبقى الماده الخام جايه من الفوسفوليبيد ممبرين اللي هي كانت الطبقه الثانيه في الممبرين. طب والانزيم موجود جوه في البليتلتس، فتعمل اشهر بروستاجلاندين خاص بالبليتلتس اسمه ثرومبوكسان A2. ثالث ماده بتعمل فازو كونستريكشن ادينوزين داي فوسفيت. يا سلام بقى لو السؤال كتبته بالطريقه دي، حاجه فوق الفول مارك هيدوها لك. يبقى تاني، يبقى حاجه من بره اللي هو نيرفس ريفلكس مبعثه البين. طب تاني حاجه عمل الكونستريكشن حاجه في الجدار، ان عضله الجدار لما تحصل لها تروما تنقبض، خاصيتها كده، حاجة لوكال فيها، محلية فيها، مايو يعني عضلة جينج، حاجة جنريتد لوكالي في المصر، انها تكونتراكت باي تروما. يبقى مبعثها التروما، حطيت لك اللون الازرق يعني مبعثه. طب وتلات عوامل في سائل، في السائل، واحنا فاهمين هنا في سائل الدم، بس هيمورال مش معناها سائل دم، في السائل ومصدرها البليتلتس. حتى لطيفة نمرة ثلاثة يا اولاد، شوفوا النظام فيها ثلاثة، حلوة، يبقى واحد اثنين ثلاثة وثلاثة فيها ثلاثة. سيروتونين وحكينا قصته، ثرومبوكسان A2 والادينوزين داي فوسفيت. في سؤال في الام اس كيو مهم جدا، ايهما اخطر لو في البليدنج؟ لو عملت ترانسفيرس يعني قطعت الفيسل كده ترانسفيرس، ولا قطعته لونجيتيودينال كده؟ الاخطر لو قطعته لونجيتيودين. ليه بقى؟ بص معايا، لان احنا يمكن تخيل ان العضلات عامله دواير، لما حضرتك تقطعه كده ما زالت الدايره سليمه، هي تقدر تعمل كونستريكشن. لكن لما حضرتك تقطعه كده يبقى انت فتحت الدواير. لما تقطع لونجيتيودينال يبقى كل الحلقات دي انت قطعتها، يبقى لما تيجي تنقبض ده بالعكس هتوسع، ما تنقبض ما هي خلاص انت فتحت الحلقات توسع. يبقى الترانسفيرس كات اقل خطوره من اللونجيتيودينال كات. سؤال مش كده مهم، فهمته كده؟ انت الحلقات لسه موجوده، الحلقات موجوده، انت قطعت حلقه واحده الباقي هيكون ستريكت. انما لما حضرتك تيجي تعملي لونجيتيودنال كات كده انت الحلقات قطعتها، يبقى لما تكون تراكت بالعكس هتفتح. اي هوب تو فاهمين حاجه. اقلب الصفحه من فضلك. يبقى ده الفازو كونستريكشن، عاوز تعيده بعيده تاني ان شاء الله. نيجي بقى قصه، نعلي شوية القصة، اللي هو البليتلت بلاج أو بليتلت رياكشن. يبقى السؤال ده نظري مهم والسالف، و له طريقتين، بليتلت رياكشن أو بليتلت بلاج. يعني لما الفيسل بيصاب ما هي ردة فعل البليتلتس لهذه الإصابة؟ لما الفيسل بيصاب البليتلتس هتتصرف إزاي؟ ده معناه بليتلت رياكشن، ردة فعل البليتلتس. إنها في الآخر هتعمل إيه لو بصيت؟ هتعمل إيه؟ هتعمل بلاج أهي، سدادة تسد الفيسل. فممكن تجي لنا السؤال بليتلت بلاج او بليتلت رياكشن، تبقى عارف هذا الكلام يا شباب. انا بحب احكي قصه صغيره، انه في اوائل التسعينات I think 91 92 غالبا في 91 مش فارقه، حصل زلزال مدمر في مصرنا العزيزه، وقع مئات الابنيه منهم 500 مدرسه بس.
فالمهم ان احنا حتى في كلية طب القصر العيني تم اغلاق الكلية عشان مش عارفين الابنية تضررت ولا لا. ومنازل كثيرة جدا ناس تدعو مهندسين يشوفوا المنزل تضرر ولا لا. فالمهم رافقت انا استاذ فاضل في كلية هندسة عشان يقول لي في تصدع ولا لا. فلقيت الراجل جاي ايد ورا وايد قدام. فبقول له فين الجهاز اللي انت هتعرف بيه الابنية تصدعت ولا لا؟ قال لي اجهزة ايه يا دكتور؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي اقول لك الفكرة بسيطة جدا. هندخل مع بعض لأي مبنى عاوزين نشوفه تصدع تأثر ولا لا. لو ان المبنى سليم طبقة الطلاء الداخلي هتبقى سليمة زي الفل. لانه لا يمكن يتصدع الجدار، فكر فيها، الا لو طبقة الطلاء الداخلي لازم يحصل فيها شرخ ويبان تحتها الاسمنت. فإتس سو سيمبل. احنا ندخل في اي مبنى في اي غرفة ونبص، لو الطلاء الداخلي سليم ما فيهوش شرخ يبقى 100% المبنى ده لا يمكن يبقى تصدع الجدار ولسه الطلاء الداخلي سليم. لكن لو ان الجدار تصدع لازم يحصل شرخ ويبان تحت الطلاء الاسمنت. قلت يا فكرة ذكية جدا. تصور بقى نفس هذه الفكرة بتستخدمها البليتلتس. البليتلتس بتجوب الأوعية الدموية في جيئة وذهاب، رايحة جاية، تبص على الطلاء الداخلي اللي هو في حالة الفيسل اسمه ايه؟ اندوثيليوم. لو لسه الاندوثيليوم طبقة الطلاء الداخلي بتاعت البلود فيسل اسمها اندوثيليوم متصلة وناعمة، سموث هيلثي اندوثيليوم، يبقى الفيسل ده تقسم بأغلظ الإيمان انه سليم. لكن لو الفيسل اتعور اندوثيليوم هتتقطع، هيبان تحتها مش الاسمنت بقى، يبان تحتها كولاجين فايبرز، يبان تحتها كولاجين فايبرز. حفظتها الاجيال بطريقه طريفه وفيها سامع. فقلت كما يتحقق المهندس من سلامه الابنيه كذا تتحقق الصفائح من سلامه الاوعيه. يعني حلوه، اسمعها تاني. كما يتحقق المهندس من سلامة الأبنية كذا تتحقق الصفائح من سلامة الأوعية. يبقى very simple. البليتلتس بتجوب الأوعية الدموية، تبص على الطلاء الداخلي، طالما ما زال smooth intact endothelium يبقى الفيسل ده لن يصيبه أي ضرر. لو أصابه ضرر وتصدع الجدار اتقطع الاندوثيليوم وبان تحتيها الكولاجين، وهي عندها ريسبتور في الجلايكوبروتين كوت، ادي احد الممثلين، بيمسك في الكولاجين فايبر اللي هي الخطوط الزرقاء دي وما يمسكش في السموث اندوثيليوم. شفت العظمه؟ يبقى لو الاندوثيليوم تصدع، طبقه الجدار تصدع، اتقطع الاندوثيليوم وبان تحته الكولاجين اللي هي الخطوط الزرقاء في الجلايكوبروتين كوت اللي باللون الاحمر، عندها قلنا ريسبتور ما بتمسكش في السموث اندوثيليوم وتمسك في الكولاجين فايبر. فاول رياكشن من السته بتوع البليتلتس ان حصل اديجن. من التصق بمن؟ تعال نشوف. الجلايكوبروتين ريسبتور، الريسبتور اللي موجوده في الجلايكوبروتين كوت مسكت في الكولاجين فايبر. طب من هي الماده اللاصقه؟ مين هيلزق دي في دي؟ حاجه اسمها فون فيليبراند فاكتور. فون فيليبراند فاكتور اللي هو هنعرف بعد كده ده نص فاكتور 8 بتاع التجلط، يعني اسمه فاكتور 8 ريليتد انتيجين، انتيجين متعلق بفاكتور 8. فاكتور 8 ده حتتين، نصه بتاع الكواجيليشن والنص الثاني بتاع الاديجن. طب ليه اعتبرناه فاكتور 8؟ لان هم عشان يحصل كواجيليشن لازم يبقوا مع بعض، يعني نصين مع بعض. فنص فاكتور 8 مهم الادهيجن اسمه فون فيليبراند، تنطقها الدبليو في لانه هولندي، فون فيليبراند فاكتور. طيب هحكي القصه الاول بعدين ندخل في التفصيلات. فالتصقت طبقه من البليتلتس بالحته اللي فيها تصدع اهي، طبقه من البليتلتس من الصفائح التصقت بالحته المتصدعه. فبقول ان طبقه واحده لا تكفي لرد
لتقويه التصدع. ده الطبقه دي ميكروسكوبيه يا جماعه، ما تقدرش تقوي تصدع في الجدار. امال ايه؟ عاوزين ملايين البليكتس تيجي معانا عشان نعمل بلاج. فالطبقه دي اللي هي ماسكه في التصدع، الطبقه دي حصل لها اكتيفيشن، دي تاني حاجه تنشيط وسوال اكتيفيشن وتنتفخ وبعدين انفجرت، حصل ريليس رياكشن، طلع منها الكنوز بقى اهي. شايف لما انفجرت دي تالت حاجه ريليس رياكشن. ضمن الكنوز دي في مواد في مقدورها انها تجذب other platelets، جذبت ملايين البليتلتس فحصل بليتلت اجريجيشن. شايف اتجمعوا بقى كميه كبيره تكفي فعلا مش طبقه واحده لردء التصدع. كان الاول في طبقه واحده اهي، لا دلوقتي لما حصل ريليس حصل اجريجيشن. تمام. بعد ما حصل اجريجيشن المفروض يلحموا ببعض ويعملوا فيوجن اللي هي نمره 6. بس بقى فين النقطه للاوائل؟ ان احنا مش التجلط ما بيستناش الفيوجن، يعني تو ما البليتلز حصل لها اجريجيشن وادتنا السطح المماثل للتجلط الامثل ان نجمع عليه كواجريشن فاكتور، نبتدي عمليه التجلط اسمها بروكواجولانت اكتيفيتي، يعني نشاط بدايه التجلط بروكواجولانت اكتيفيتي. مش انا قلت لكم جمله حفظتها لاجيال؟ ان لم يحدث اجريجيشن ما اقولش فيوجن. مين اللي محتاج كواجيليشن؟ الاجريجيشن. ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلم يحدث بلاد كواجيليشن، يعني تو ما حصل اجريجيشن بيبتدي عمليتين، يبدا عمليتان متوازيتان، يبتدي عمليه التجلط وفي نفس الوقت يبتدوا يلحموا ببعض عشان يحصل فيوجن. بس التجلط بيبتدي بيسبق الفيوجن، مش لازم يحصل فيوجن عشان نعمل جلطه، من اول ما حصل اجريجيشن بنعمل كواجيليشن. خلاص. واحد يقول لي هو ايه الفرق بين الاجريجيشن وبين الفيوجن؟ الرسمه واضحه. في الاجريجيشن ريفرسبل رياكشن، انت تقدر تعد البليتلتس كل واحده لوحدها، تقدر 1 2 3 4 وهكذا، انما في الفيوجن لا، ايريفرسبل، ما تقدرش تعدهم، بقوا امالجاميتد، بقوا فيوزد، انصهروا مع بعض، عملوا فيوجن. فالاول بقول لان الحته دي من اصعب الحتت في الطب، لازم نمشي بمرحلتين. الاول ناخد العموميات، عناوين الست خطوات في قصة لطيفة والفيسيولوجي مجموعة حكايات، ثم ندخل للتفصيلات تاني. يلا نبتدي القصة من أول عناوين. كما يتحقق المهندس من سلامة الأبنية تتحقق الصفائح من سلامة الأوعية. شافت إيه يا أولاد؟ شافت كولاجين، لما تصدع الجدار اتقطع الإندوثيليوم بني الكولاجين، فالبليتلتس اللي في المنطقة لزقت في المنطقة المتصدعة. من التصق بمن الأديجن؟ الجلايكوبروتين ريسبتور، أي الريسبتور اللي موجودة في الجلايكوبروتين كوت. دلوقتي أنت بتشوف الممثل هو بيمثل بقى، عشان لما تسمعني تاني في الاستراكشر تنبسط جدا لأنك فاهم إيه اللي بيتقال. الجلايكوبروتين ريسبتور يمسك في الكولاجين. من هي المادة اللاصقة؟ نص فاكتور 8 فون فيلبراند فاكتور. إن طبقة واحدة لا تكفي، طبقة واحدة لا تكفي، فبعد الأدهيجن في طبقة لازقة بس دي ما تقويش التصدع. الطبقة دي سول 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 واكتيفيشن اكتيفيشن اكتيفيشن، يبقى تاني حاجة اكتيفيشن، بوم ريليس رياكشن، يطلع منها الأكتيف ستراكشر نمرة 3. ضمن الأكتيف ستراكشر دي مواد تجذب أذر بليتلتس، يبقى يحصل أجريجيشن نمرة 4. من ساعة ما عملنا الأجريجيشن نبتدي التجلط، التجلط قبل الفيوجن بروكواجولانت اكتيفيتي، ثم فيوجن عشان نعمل التمبراري بليتلت بلاد ونكمل بعد كده الجلطه عليها. يبقى ست خطوات يا اولاد. يبقى اول خطوه كما يتحقق المهندس من سلامه الابنيه تتحقق الصفائح من سلامه الاوعيه. اما شافت شرخ شافت كولاجين اهي، البليتلتس راحت ماسكه ادهيجن. إن طبقة واحدة لا تكفي، فالطبقة دي اكتيفيتد وسول، خلاص دي تاني حاجة اكتيفيشن، بوم تالت حاجة ريليس، طلعت مواد كتيرة.
المواد اللي طلعت دي تجمع ملايين البليتلتس مع بعض اجريجيشن. من تو ما حصل اجريجيشن يبتدي التجلط بروكواجلانت اكتيفيتي، وبعد كده يا شباب البليتلت دي تمسك في بعض فيحصل فيوجن. يبقى القصه سهله. يبقى الاول ادهيجن، طبقه واحده ما تكفيش، اكتيفيشن ريليست ما ثلاثه تطلع مواد تجمع ملايين بليتلتس اجريجيشن، وتو جمعت البليتلتس يبتدي عمليه تجلط بروكواجلانت اكتيفيتي، وبعدين يلحموا ببعض فيوجن. يبقى دلوقتي احنا العموميات كده فيها، ندخل بقى في الخصوصيات. انت بقى عشان تاخد الفول مارك في واحد من اصعب الاسئله في الطب لازم تقول لي كل خطوه بتحصل بايه. وما عشقت مثل عشق النظام، فقعدت لعبد الله كده اتامل وابتئس للطالب يعني هيتدخله، فقلت لابد من نظام. النظام هو اللي يحل المشكله مش الذكاء، نحن لا نقل ذكاء عن الناس اللي هنا، النظام. فقلت ان احنا الخطوه الثانيه والرابعه والسادسه فيهم عامل مشترك، عشان كده حتى كتبتهم باللون الاحمر. الخطوه الثانيه اهي الاكتيفيشن، والرابعه الاجريجيشن، والسادسه والاخيره اللي هي الفيوجن. بطريقة العبد الله فقط هتطلع عارفهم كويس قوي، اي طريقة تانية مش تعرف حاجة. ففي التلات عوامل دي في مادة مشتركة. انا عاوز ارجع بس شوية لورا عشان يبانوا التلاتة مع بعض. اهو. ففي مادة مشتركة بتعمل التلاتة اللي هي الادينوزين داي فوسفيت. اللي هو زي الادينوزين تراي بس في اثنين بس. ادينوزين داي فوسفيت. حلو كده بقى كتبنا حاجه في التفصيلات. يبقى الاكتيفيشن الاجريجيشن فيوجن الثانيه والرابعه والسادسه بيعملهم ماده مشتركه اسمها ادينوزين داي فوسفيت. طيب النقطه الثانيه، كل خطوه من الثلاثه دول بيعملها ماده ثانيه مشتركه في المقطع الاول بس. يعني هنا ثرومبين في الاكتيفيشن، انما هنا ثرومبين ده اللي جاي من البروثرومبين ده بلازما بروتين، انما هنا البروستاجلاندين اسمه ثرومبوكسان اي 2 وبعدين ثرومبين. يبقى حتى حلوه في السجع، ثرومبين ثرومبوكسان اي 2 اند ثرومبين. طب انا عاوز اخد فول مارك. في ماده ثالثه بقى بتختلف في كل عمليه من العمليات الثلاثه. يعني اول ماده كان اشتراك كامل ادينوزين داي فوسفيت، حتى لو انا طالب ما قدرت على الحفظ قليله على الاقل ابقى كتبت حاجه في الثلاثة ادينوزين داي فوسفيت، سهلة أوي. طالب أشطر شوية المقطع العلمي اشترك ثرومبين ثرومبوكسان اي 2 ثرومبين، حتى شوف عاملها لك بالألوان تساعدك، ثرومبين الحتة المشتركة ثرومبوكسان اي 2 أند ثرومبين. طالب ممتاز بقى من الأوائل، في حاجة ثالثة الأكتيفيشن، من اللي من ضمن الحاجات اللي بتنشر الأكتيفيشن الأدهيجن نفسه اللي قبلها، مش كان حصل أدهيجن قبلها الأدهيجن، هنا اللي بينشر الأجريجيشن بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. فاكر بقى البليتلت اكتيفيتنج فاكتور ده اللي بيأكتيفيت البليتلت انها تيجي، ده كان اذكرك كان الفا بروتين جرانيولز البليتلت اكتيفيتنج فاكتور، وفي الفيوجن انزيمز. يبقى احنا كده مالينا الثلاثه الميزوك، فاضل الثلاثه المفردين. اول خطوه ادهيجن قلناها اوريدي الحمد لله. قلنا من يلتصق بمن؟ قلنا الجلايكوبروتين ريسبتورز بتلتصق في الكولاجين بمساعدة الفونفلي براند فاكتور. طيب يبقى فاضل لي ثلاثة وخمسة، الريليس رياكشن. تصور قلناها في القصة ازاي بيحصل ريليس، بيدخل الكالسيوم من الاوبن كاناليكولار ممبرين او سيستم اللي هو موجود في البليتلتس. خلاص قلنا بيدخل من الاوبن كاليكولار سيستم فيقبض اكتينومايسين جوه البليتلتس، فتعصروا البليتلتس فيحصل ريليس، يطلع منها الدنس والالفا جرانيولز. يبقى اهم حاجه في الريليس اكشن تقول كالسيوم. الكالسيوم يدخل يشغل البروتينز اللي عندها مقدره انقباض، ما تشرحش التفصيلات، عارف لو كتبت كالسيوم كفايه. الريليس اكشن معتمد على الكالسيوم، احنا فاهمين مش لازم تشرح، انا بشرح لك عشان تفهم. الكالسيوم دخل
قبض الاكتولمايسين اللي هي البروتينات اللي لها خاصيه الانقباض اللي موجوده حتى في العضلات، عصرت البليتلتس، تدفق الدنس والالفا جرانيولز من خلال برضو الاوبن كاناليكور سيستم. يعني الكالسيوم دخل من الاوبن كاناليكور سيستم، قبض الاكتولمايسين، طلع الدنس والالفا جرانيولز من خلال الاوبن كاناليكور سيستم. يعني ده نفهم الاستراكشر. طب البروكوالنت اكتيفيتي قلناها قبل كده، ليه ان لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلم يحدث بلاد كواجليشن؟ يعني ليه سموا البليتلت ثرومبوسايتس، خلايا الجلطه؟ ايه الحاجه اللي مهمه في البليتلتس اللي من غيرها مش ممكن يحصل جلطه؟ البليتلت فاكتور 3. بليتلت فاكتور 3 اللي هو عباره عن ايه ده؟ خدناه ده كان هو الممبرين فوسفوليبيد، الطبقه الزرقاء اللي كنا رسمينها. إن قلنا عشان نعمل جلطه يا اولاد، فاكر كنت بديها لك مثلا، لازم نجيب سطح اللي هو سطح البليتلت اللي هو الممبرين فوسفوليبيد اللي هو هنسميه بليتلت فاكتور 3، ايديال نحط عليه الخيوط بتاع الفايبرين ونشبكهم في بعض، يبقى فور كولكشن اند كونسنتريشن اوف كوجليشن فاكتورز. يبقى 1 3 5 سهله اهي. 1 قلناها لازق الجلايكوبروتين ريسبتور في الكولاجين فايبر. طب ريليس الكالسيوم دخل خرج الدنس والالفا جرانيولز من خلال الاوبن كاليكور سيستم. طب البروكوجلانت اكتيفيتي ليه لازم يحصل بليتلت اجريجيشن عشان يحصل كواجليشن؟ بليتلت فاكتور 3 اللي هو ايه؟ اللي هو الممبرين بتاع البليتلت، اني واحد؟ الممبرين فوسفوليبيد. يبقى الصعوبه كانت في 2 و4 و6 اللي هم باللون الاحمر. يبقى نقول تاني العموم ثم الخصوصيات. اي ثينك ان بالطريقه دي زي ما بقول الولاد هنا وهناك، هنا حتى كانوا very impressed بان يعني موضوع يبدو معقد لكن سهل جدا. تاني يا اولاد فاكر الاول اعرف الصفات. دلوقتي انا البليتلتس ماشي اتحقق من سلامه الاوعيه، لما شفت كولاجين اهي يعني وقعت الطبق السموث في كولاجين، يبقى اول خطوه ان انا اعلم المكان اللي بايظ. البليتلتس تلتصق بالكولاجين. مين اللي التصق؟ الريسبتور بتاعت الكوت، الريسبتور بتاعت الكوت مسكت في الكولاجين فايبر والماده اللاصقه الفون فيلبران. ان طبقه واحده لا تكفي لرد التصدع. طبقه من بليتلت ميكروسكوبيه، عاوز تعالوا 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 ملايين البليتلتس. فالطبقه دي يحصل لها ايه؟ اكتيفيشن اند سوال. دي ما اثنين، يبقى الاول ادهيجن بعدين اكتيفيشن اند سوال بعدين ريس. طالب بتقول ابني افتكرك عملتها ازاي، عشان كده بوريك صورتي. طلعت المواد دي جمعت ملايين البليتلتس اجريجيشن، بقينا كتير. من اول ما جمعناهم نمره 5 بدانا عمليه تجلط بروك اجلنت اكتيفيتي، وبعدين لحمنا حصل فيوجن. ادي 6 خطوات. هتحفظهم ازاي؟ طريقة العبد الله فقط. ركز في 2 4 6 اكتيفيشن اجريجيشن اند فيوجن. كل واحد بتعمله 3 مواد، يبقى الثلاثة دول كل واحد 3. حلو النظام قوي. الثلاثة كل واحدة 3. أول واحدة مشتركة أدينوزين دايفوسفيت، على الأقل اكتبها يا أخي. أدينوزين دايفوسفيت في الثلاثة أهي، أدينوزين دايفوسفيت، أدينوزين دايفوسفيت، أدينوزين دايفوسفيت. أنا أشطر شوية. تاني واحدة مش نفس المادة، مش نفس المادة طبعا، بس المقطع الأولاني مشترك. ثرومبين، ثرومبوكسان A2 and ثرومبين. ثرومبين، ثرومبوكسان A2، ثرومبين. قلت الثرومبين ده بلازما بروتين، بروثرومبين بيدي ثرومبين، ثرومبوكسان A2 ده بروستاجلاندين اللي أهم مادة في الهيموستيزيس. طب أنا من الأوائل، في ثلاثة، أقول واحدة ثالثة. هنا مختلفة تماما، يبقى أول واحدة كانت أدينوزين دايفوسفيت هي في كله. تاني واحدة كانت ثرومبين، ثرومبوكسان A2 ثرومبين، مشتركة في مقطع، تالت واحدة مفيش أي اشتراك. مين عمل أكتيفيشن؟ الأدهيجن. ومين عمل أجريجيشن؟ بليتلت أكتيفيتنج فاكتور اللي أنت فاهمه بقى. ده اللي كان بروتين، كان ألفا جرانيولز. وبعدين رابع واحدة إنزيمز. يبقى فاضل عندي ثلاثة اللي هما أدهيجن وريليس وبروكو اجلانتين. الاديجن قلناها خلاص، الجلايكوبروتين ريسبتور مسكت في الكولاجين
والماده اللاصقه بومبرانت فاكتور اللي هي نص فاكتور 8. طب مين عمل ريليس؟ فهمنا حلو قوي. دخل الكالسيوم قبض الاكتين والمايسين عصر البليتلتس طلع الدنس والالفا جرانيولز كله من خلال الاوبن كانيكال سيستم. اوعى تكتب ده كله، تكتب كالسيوم بس. شايف عامله لك تقيله زي كالسيوم فقط، ريليس بالكالسيوم بس. انما انا بحبك تبقى فاهم قوي مش حافظ. طب مين عمل بروكو اجلنت اكتيفيتي؟ انت بتقول لنا جمله احفظها اجال هنا وهناك. There must be platelet aggregation for blood coagulation. يبقى لما يحدث platelet aggregation فلا يحدث blood coagulation. Platelets ليس نوع thrombocytes، خلايا الجلطة، لأنها بتدي الphospholipid membrane بتاعها، نجمع عليه coagulation factors. لو حاجة فوق الفول مارك هيدوها لك. فاضل حتين صغيرين ونقفل النهاردة. افرج جاب لي سؤال function of platelets. شوف الفرق، يعني في فرق بين سؤالين للاوائل. جين يقول لك اتكلم عن platelet reactions او platelets plug، تكتب السته دول اللي قلناهم. طب افرض جاب لك functions of platelets، بقت وقعتك وقعه، تكتب السته دول وظائف اخرى، اربع وظائف للبليتلتس في التجلط. برضو ما عشقت مثل عشقي للنظام، فانا مقسمها كل دماغي مترتبه وبرتب دماغتكم وانتوا ترتبوا دماغتكم، مش في الفيسيولوجي بس يا اولاد. تقول دكتور ناجي رتب لنا مخنا في كل المواد، حتى لما الزميل الفاضل يقول شويه حاجات ملخبطه انت ترتبهم له جوه دماغك. وظيفتين قبل التجلط ووظيفتين بعد التجلط. يبقى البليتلس عندها اربع وظائف، اتنين قبل التجلط واتنين بعد التجلط. ادي البلاك كواجليشن، في اتنين قبل واتنين بعد، ما تجيش احلى من كده. قبل التجلط ايه؟ الفازو كونستيكشن قلناها، فاكر؟ الفازو كونستيكشن ده كانت بتحصل بثلاث حاجات بره وفي الجدار وجوه، اللي جوه اللي هو الهيمورال فاكتور كان مين اللي بيديهم؟ البليتلتس. اللي هم مين؟ نقولهم تاني، السيروتونين ده اهم واحده، والثرومبوكسان اي 2 اللي هو بروستاجلاندنز، والادينوزين دايفوسفيت. تكتبوا برضو قبل التجلط لازم نعمل الاول تمبورالي بليتلت بلاج، اللي هي سؤال بليتلت اكشن، وتشرح السته. يبقى هنا ده تشرح السؤال اللي قلناه تاني، بس تزود عليه حاجات بسيطه عشان تاخد. طب بعد التجلط في حاجتين عملنا جلطه خلاص، الفايبرين خيوط الجلطه دي ضعيفه، حتى اقولها للزملاء الاصغر عشان يفهموها. يعني ايه خيوط الجلطه دي؟ بتبقى مونومير يعني قطعه واحده، مونا يا اولاد الزملاء الاصغر يعني واحد، مير يعني قطعه. عارف زي ما يكون انت الحبل، انت فاكر الحبل ده عباره عن خيط واحد؟ لا، ده عباره عن خيوط مدوله، فيبقى قوي ممكن تشد بيه سفينه. ففاكتور 13 اللي بيقوي الجلطه ده بيعمل ايه؟ بيحول الخيوط من مونومير، من خيط واحد، الى بوليمير، يعني كل خيط عباره عن كذا واحد، بوليا متعدد، يجدلها فيخليها قويه. تصور لو ده مش موجود الفاكتور الفقر ده 13، هتعمل جلطه بس الخيوط ضعيفه تتقطع ويا توفاك الله. عشان كده سموه فاكتور 13 فايبرين ستابيلايزنج فاكتور. فايبرين ستابيلايزنج فاكتور. ويسموه نسبة إلى اللي اكتشفوه لاكي لورانت فاكتور، اللي هو قلت مين الناس اللي عندها نقص فاكتور 13 فقر، معناها أنت عمال الزملاء عشان يقولوا محاضرات معتبرة. ده رير نقص الفاكتور ده هناك في إيران، في كاشان، في قلنا في 473 عيان. مين اللي بيدي الفاكتور ده؟ ده البليتلتس بتديه ده بعد التجلط. يعني بعد ما اتعملت الجلطة بتقوي الجلطة بالفايبرين ستابيلايزنج فاكتور، فاكتور 13. تمام؟ قلناها. وبعدين طب احنا عاوزين بقى نصلح الفيسل. فعاوزين جروث فاكتور يخلي الاندوثيليوم تنمو، تتصلح تاني اللي اتقطعت، والسموث ماسل اللي اتقطع ينمو، والفايبروبلاست يكون فايبروس تيشو. فالفاكتور بيجي من البليتلتس، اسمه بليتلت درايفد جروث فاكتور، اقراها من الاخر، فاكتور بيعمل جروث درايفد مشتق من البليتلت، سموه بليتلت درايفد جروث فاكتور. فاكره؟ بليتلت درايفد جروث فاكتور. اللي قلنا ده
كان عبارة عن إيه البليتلت درايف جروث فاكتور؟ كان عبارة عن ألفا بروتين جرانيولز. شوف الجمال. يبقى لو جاب لي فانكشنز الطالب الأوائل، هنا نصل على الأوائل، هنا فقط فقد الشيء اللي يعطيه ده. أنا ممكن أمسك امتحان MCQ أقراه، أقرأ امتحان MCQ أعرف معلوماتك. أنت عندك معلومات صح؟ لما تكتب لي MCQ امتحان فيه أخطاء يبقى فيش معلومات، يبقى خلص. معلومات إيه اللي هتتكلم عليها؟ امتحان multiple choice فيه أخطاء باللي بيحطه، يبقى ما عندوش معلومات، يبقى مش هوش المعلومات. فلو جالك platelet plug او platelet reaction تكتب الستة بس. functions of platelets تكتب الاربعة دول. هتفتكرهم ازاي؟ اتنين قبل التجلط، اتنين بعد التجلط. قبل التجلط ان البليتلت بتعمل الفازو كونستريكشن، لسه عملناش جلطة، بالسيروتونين والثرومبوكسان A2 والادينوزين دايفوسفيت. وبليتلي بلاك تكتب الست خطوات. طب بعد التجلط الفايبرين ده مونومير، خيط واحد ضعيف، لازم نعمل له نخليه بوليمير. مين اللي بيعمل له ده؟ فاكتور 13، حتى اسمه فايبرين ستابيلايزنج، يعني قوي فاكتور اللي بيديه البليتلتس. ثم بعد كده بقى عاوزين نصلح الفيسل عشان الدم يرجع. عيب الهيموستيزيس اللي بيوقف الدم، ما فيش، مش هتقر مش هتموت، بس البلاد فيسل ده ما بيوديش دم الحته اللي كان رايحها، فلازم بسرعه تصلح كل شيء وتساح الجلطه. مين بقى بيصلح؟ البليتلت درايفد جروث فاكتور. بصوا يا شباب، نيجي الاتي. اهم تو بروستاجلاندينز اللي هم نحن العرب نعلم ان ربنا حط كل حاجه على ميزان، التو بروستاجلاندينز اللي بيتحكموا مع الهيموستيزيس او عدم الهيموستيزيس. اهم بروستاجلاندين، فاكر البروستاجلاندين ده؟ كنت حكيت لكم عنه، اكتشف في 1933، سموه بروستاجلاندينز عشان خاطر اول ما لقوه في السيمينال فلويد وافتكر انه جاي من البروستيك جلاند، هو كان طالع من الحويصله المنويه سيمينال فيسكلز. وتسمع بقى المعلومات ان هو ليبيد بيشتغل زي هرمون، 20 كربون اتوم في 5 في شكل رينج. بليتلت بتطلع اهم بروستاجلاندون بيساعدها في الهيموستيزيس، اسمه ثرومبوكسان A2. ده البروستاجلاندين بتاع البليتلتس طالع من الاراكيدونيك اسيد بمساعده الانزيم اسمه سايكلو اوكسجينيز انزيم. سايكلو اوكسجينيز ازاي بقى؟ انا بقول ليه بقى الثرومبوكسان A2 البروستاجلاندين ده اكشلي هو اللي بيعمل الهيموستيزيس، لان الاذكياء فقط يفهموني، بيعمل حاجتين هما الهيموستيزيس بنفسه. بيعمل فازو ايه؟ كونستريكشن، كنا خدناه من ضمن العوامل اللي بتعمل فازو كونستريكشن. وبعدين بيعمل اهي، هجيب لك الصوره تاني اهو، بيعمل فازو كونستريكشن وهو بيعمل اجريجيشن اهو، اجريجيشن. وخد بالك الاجريجيشن دي كانت مقدمه لحاجتين، للفيوجن، ما هو لازم اجريجيشن عشان يحصل فيوجن اللي هو البليتلت بلاج، ومقدمه للكواجوليشن. يعني لما عمل اجريجيشن بالتالي ادى الى كواجوليشن وادى الى بليتلت بلاج، يبقى كانه عمل كل حاجه. عشان كده بقول ده اهم ماده، ده مايسترو الهيموستيزيس اللي هو ثرومبوكسان A2 اللي هو بروستاجلاندين، بنفسه بيعمل فازو كونستريكشن. طب والخطوه الثانيه والثالثه البلاج والكواجوليشن بيعملها اندايركتلي، هو اللي بيجمع البليتلت بيعمل بليتلت اجريجيشن، فإن لم يحدث بليتلت اجريجيشن فلم يحدث بلاك كواجليشن. أدام عمل اجريجيشن هيحصل بلاك كواجليشن، وأدام عمل اجريجيشن هيفيوز يعملوا بلاك. إيه العظمة دي؟ عشان كده ده أهم مادة. طيب المادة دي بتشتغل إزاي؟ بتنقص سايكليك إم بي، فلما السايكليك إم بي ال يزيد الكالسيوم. خلاص؟ ده زي الميكانيزم بتاعها، ميكانيزم اوف اكشن. زياده الكالسيوم بتعمل بقى الكلام اللي قلنا ده. على النقيض، على الطرف الاخر من الميزان،
مين الخلية اللي مش عاوزة هيموستيزيس؟ الأول فهمتك أنا حاجة إن الهيموستيزيس ده أولاد حاجة حلوة جدا، إنه بيمنع لما تعور الفيسل يمنع النزيف حتى لا يتوفر الله، لكن في عيب خطير إن لو حصل جلطة خطأ تفتح ودنك. معلومات عامة بس قيمة جدا جدا، كتبتها في المقالة. لما يحصل جلطة خطأ في الجسم يبقى الحتة دي مش هيروح لها دم، زي لما يحصل جلطة خطأ في القلب. أقول لك حاجة، جلطة خطأ في القلب دي السبب الأول للوفاة في العالم، واحد في كل ثلاثة في عالمنا هذا بيموت من سكتة قلبية اللي هي جلطة خطأ في أحد أوعية القلب. يعني عملية الهيموستيزيس دي عملية very sensitive، لازم تبقى balanced، لازم يبقى ربنا حاطط ميزان. مين الخلية اللي عاوزة ما انت يعني تتعور وما تعملش جلطة هتموت؟ طب من غير ما تتعور، من غير ما تتعور تعمل جلطة هتموت. شوف حساسية الموضوع، يعني لازم القرار يبقى صح 100%. إصابة إصابة وما فيش جلطة، ما فيش جلطة نزيف حتى الموت. طب ما فيش إصابة وحصل جلطة تموت. أهم سبب نمبر 1 كنت كاتبها مع على الفيسبوك على مقالة السرطان. تاني سبب للوفاة هو السرطان في العالم، إنما أول سبب جلطة خطأ في القلب. طب مين لما يحصل إصابة يضمن إن أنت يحصل هيموستيزيس عشان ما تموتش؟ مين الخلية اللي مخها في القصة دي اللي هي موضوعنا البلاتلت ثرومبوسايتس؟ طب مين الخلية التانية اللي على الطرف الآخر من الميزان اللي همها إن ما يحصلش جلطة فيسل سليم؟ هو مين اللي بيدل على سلامة الفيسلز؟ الإندوثيليال سيلز. الإندوثيليال سيلز طول ما الفيسل مبطنة بإندوثيليال سيلز إنتاج سليمة سموث مش عاوزين جلطات، فدي بالعكس بتطلع بروستاجلاندين آخر يعمل عكس تماما الثرومبوكسان اي 2 اسمه بروستاسايكل، حتى اسمه اقرب لكلمه بروستاجلاندين بروستاسايكل. يبقى ده برضو بروستاجلاندين بيتعمل من الاراكيدونيك اسيد بالسايكلوكسيجينيز انزيم، بس مين الخليه اللي مخها في الحكايه دي؟ الاندوثيليال سيلز مش عاوزه خالص. يعني اصل الاندوثيليال سيلز سليمه يبقى الفيسل سليم، يبقى ما يصحش نعمل جلطه ولا موت. فدي تطلق ماده بروستاسايكل اللي هي تعمل العكس تماما تماما، تعمل بدل فازو كونستريكشن فازو دايليتيشن عشان سرطان الدم يستمر، وتطفش البليتلتس تمنع البليتلتس اجريجيشن. اجري ياد انت، هو كل واحد يجري بعيد، ما تتلموش هنا، عن طريق ماده سايكلينج ام بي بتزود سايكلينج ام بي اللي هي ماده لما بيشوفها البليتلتس يجروا كل واحد في اتجاه، بتشتغل بزياده سايكلينج ام بي. طب ادام منعت البليتلتس اجريجيشن فكر، مفيش بليتلت اجريجيشن يبقى 100% مش هيحصل فيوجن. فيوجن ايه؟ هم اتجمعوا عشان يلحموا، ودم ما حصلش اجريجيشن افتح ودنك افتح ودنك، يبقى لن يحدث بلاد كواجيليشن. ده ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي في الخلق والخليقه؟ سبحان الله. بصوا معايا يا اولاد، نحن العرب نعلم ان كل حاجه على ميزان، ربنا عملها على ميزان. موضوع الهيموستيزيس اللي انت بصدد دراسته النهاردة هو اخطر موضوع في الطب، لانه هو السبب الاول الخطأ فيه، هو السبب الاول للوفاة في عالمنا هذا. مفروض لما نصاب يحصل جلطة وإلا هموت من نزيف، بدون إصابة ما يحصلش جلطة، لو حصل جلطة بدون إصابة نموت من سكتة قلبية، وده السبب الاول للوفاة في العالم يليه السرطان. فربنا سبحان الله حاطط على ميزان هنا تو بروستاجلاندين، عشان كده قلت لك البروستاجلاندين اتكلمت عليها حتى في فقره المعلومات العامه مهمه جدا. تو بروستاجلاندينز هما طرفي الميزان، واحد لو اصبت يوقف النزيف اللي هو الثرومبوكسان اي 2. مين الخليه اللي مخها ان لو في اصابه توقف النزيف؟ مخها ماشيه تجوب الفيسلز في جيئات وذهاب تتفرج ان مفيش حاجه مصابه، بليتلتس ثرومبوسايتس. طبعا الطرف الاخر ميزان، مين الخليه اللي يهمها ادام الفيسل سليم؟ سليم اوعى تعمل جلطه. مين اللي يدل على سلامه الفيسل؟ وجود النورمال سموث انتهى اندوثيليوم. يعني حتى في المحاضره بعض اتفرج على الناس وهي بتشرح، انا فاقد الشيء اللي يعطيه، اهو عمال يحط جدول اعجب بيه من العبد الله فحط الجدول، مش تتاملوا معاهم
يعني ليه الخليتين دول؟ اشمعنى دول هم طرفي الميزان؟ دي مخها لو حصل اصابه لازم نوقف والا نموت. ودي من غير اصابه ما حصلش جلطه. مين اللي يقول من غير اصابه ان الانثيليوم سليمه؟ فعشان كده ده بيطلع من بليكتس وده بيطلع من الانثيليوم. يعني مكان صدور الماده ماده التامل. فالبليكتس بتطلع ثرومبوكسان A2 اللي هو بيعمل كل حاجه بنفسه، يعمل فازو كونستريكشن دايركتلي وان دايركتلي، يجمع البليكتس يعمل اجريجيشن. وانس جمعت بليكتس حصل الخطوه الثانيه والثالثه، حصل الفيوجن اللي هو البلاج، والبليكتس المتجمعه على الممبرين بتاع الفوسفوليبيد اتجمعت الكلوتينج فاكتور وعمل الجلطه. يبقى عملت كل حاجه بنفسها دايركتلي، عمل الفازو كونستريكشن وجمعت البليكتس، بليكت اجريجيشن اللي كانت مقدمه للفيوجن ومقدمه للكواجليشن. طب الناحيه الثانيه الانسولين بتعمل ايه؟ بتعمل عكس، تعمل فازو دايليتيشن عشان الصيان يقعد وتطفش. اجري اجري بعيد انت وهو بالسايكليك ام بي، تطفش البليكتس. هم يخافوا جدا البليكتس من السايكليك ام بي، اول ما يزودوا لهم يجروا بعيد. مفيش اجريجيشن، يبقى لا فيه فيوجن بلاج ولا فيه كواجليشن. ايه العظمه دي؟ نيجي بقى للاسبرين. بقى نفهم بقى اللي قلت لك انه في هذا الاسبرين يا اولاد خدوا جائزه نوبل. حكيت لكم القصه بتاعت الاسبرين اللي هو سيون بيرجستروم، اكتشف الاكتشاف ده في سنه 71 وخد عليه جائزه نوبل في سنه 82. يبقى احنا كل الناس في العالم، ما هو السبب الاول لوفاه في العالم؟ جلطه خطا في القلب، واحد في كل ثلاثه. شوف الارقام، احب الاستاتستكس. ده واحد في كل ثلث العالم بيموت من سكته قلبيه. طيب ففي الناس اللي بنلاقي ان جسمهم عنده استعداد يعمل جلطه، يعني في لستة كده نقول عنده كذا وكذا وكذا، يبقى ده هيعمل الجلطه دي وهيتوفاه الله. فعشان ناخر الحكايه دي عاوزين نعمل ايه بقى؟ نزود البروستاسايكلين ونقلل الثرومبوكسان A2، الماده اللي بتمنع التجلط نزودها بروستاسايكلين ونقلل الثرومبوكسان A2. فبناخد سمول دوز اسبرين. اللي ما يعرفوش عدد من الزملاء ان لما بناخد سمول دوز اسبرين بيبوظ الانزيمز اللي بتعمل الثرومبوكسان A2 اللي بتعمل بروستاسايكلين. ففي الاول هما الاثنين بيقلوا، لكن انهي انزيمز بتفوق بتريكفر بتعود لنشاطها ثانيه اللي هما بيعملوا البروستاسايكلين. يعني في الاول لما بنقول للشخص اللي عنده عرضه يجيله نزيف، كل يوم خد قرص اسبرين بتاع اطفال سمول دوز اسبرين، فهيثبط التو انزيمز. يبقى لا عنده ثرومبوكسان A2 بينقص ولا عنده بروستاسايكل، بس انهي انزيم اللي فائق بسرعه وعودت نشاطها وعملت البروستاجلاندين بتاعها بتوع البروستاسايكل فيبتدي يزيد. ففجاه يبقى عندك بروستاسايكلين وما عندكش ثرومبوكسان A2. البروستاسايكل بيعمل ايه؟ بيبقي الفيسل متسعه فازو دالتيشن وبيطفش البليكتس عن طريق ماده السايكليك ام بي. يبقى انت في امان. لقينا ان في الناس ما بياخدوش، اي واحد اللي بياخد سمول دوز اسبرين غالبا شخص عنده استعداد للجلطه. لما ياخد كل يوم قرص اسبرين بتاع اطفال، يعني المفروض الطفل ياخد سمول دوز اسبرين، احتمال الجلطه يقل للنص. يعني حاجه ضخمه، مش بيقل حاجه تافهه. فاستحق بيرجستروم انه ياخد على هذا الاكتشاف جائزه نوبل، وكان ذلك هو اكتشف في 71 وخدها في 1982. وزي ما شاف في الفسيولوجي اهو بياخدوه، لانه هي فسيولوجي تبقى فاهم الاول. يبقى لما اخد يا اولاد سمول دوز اسبرين كل يوم، لو انا ما مش اي واحد قريبك ياخدها، لما لو الدكتور قال له انت عرضه جاله جلطه قبل كده صغيره، اسباب كده، عنده هايبرتنشن، كوليسترول عالي، يعني حاجات تقول لنا ان الشخص ده عرضه يجيله جلطه في القلب، يبقى ياخد كل يوم قرص اسبرين اطفال. بيعمل ايه؟ بيثبط السايكل اوكسجينيز اللي بيعمل التين. فالثرومبوكسان A2 يقل والبروستاسايكلين تقل، بس مين اللي بيفوق الاول؟ بتوع البروستاسايكل. يبقى فجاه بقى عنده بروستاسايكل وما عندوش ثرومبوكسان A2 اللي هو بيعمل فازو دايليتيشن وبيمنع البليتلتس اجريجيشن. المحاضرة الثانية في البلاد بإذن الله مش المرة القادمة، في
المسل المره اللي بعدها يوم الجمعه باذن الله في بقى المايسترو الكبير قوي البلاك كواجيليشن بقى وقصتها وحصلت ازاي. لو ما سمعتهاش مع العبد لله وبالتاريخها ووضعها هتقعد عندك ديفكت فيها، فحاول تبقى تسمع. ده يا اولاد كان البليتلت وبحاجة في موضوع من اهم الاهمية. قلت لكم الاستراكشر بتاعه في غاية الاهمية اسف، والاستراكشر ده هتقراه بس الاسئلة المسكيو والرياكشنز وايه الفرق بين سؤال بليتلت رياكشن او بلاج وسؤال فانكشنز وبليتلتز، واتكلمنا فين طرفي الميزان بروستاجلاندين. عشان كده حكيت لك تاريخها كامل. البروستاجلاندين اللي مع الهيموستيزيس ثرومبوكسان اي 2 واللي يطلقوا الخليه اللي مخها في الهيموستيزيس اسمها خليه الجلطه ثرومبوسايتس بليتلتس، والخليه اللي مش عاوزه هيموستيزيس مين؟ النورمال اندوثيليوم نورمال بلاد فيسلز. لان قلت قرار الهيموستيزيس انا ما بقولهاش إنش انا دقيق جدا في تعبيرات، هو اخطر قرار في جسمك. تصاب وما يحصلش هيموستيزيس تنزف حتى الموت زي الفل، ويحصل جلطة خطأ السبب الأول للوفاة في العالم، وبقولها بالضبط one out of three. أرجع مقالة الكانسر تلاقيها كلها بالأرقام تاني سبب الكانسر. many thanks لأنكم ادتوني وقتكم وأتمنى أكون أفدتكم، ونلتقي بإذن الله في المسلز والجمعة بإذن الله مع الموضوع الكبير أوي الكواجلين.